أهلا بكم. الوباء ده، السمنة دي وباء مش محدد، مش محدد. احنا خوفنا مخيفين من كورونا وعايشين حالة من التوتر بسبب الكورونا في العالم. العالم برضو لازم يعيش نفس الحالة من وباء تاني، أنا في رأيي خطير جدا برضو، هو السمنة. والسمنة بتقتل، وعلى فكرة بتقتل ناس كتير قوي. خليني أحكي لكم قصة، يعني قصة معبرة شوية، قصة الكلمة فيها لها معنى. قصة دان سوليفان. دان سوليفان ده شاب عنده 30 سنة، وصل ل 107 كيلو، وده على فكرة غير الأوزان اللي احنا شفناها في المقدمة، وغير الأفلام اللي ضيفي بيشوفها، وغير الأفلام يعني غير الأوزان بتاعت ناس كتير قوي. 107 بالنسبة لهم ده يعني رقم مش لكن ده كان رقم بالنسبة له خطير جدا. الدليميل بدأت تحكي قصة دان سوليفان اللي وزنه زاد لدرجة انه حرمه من عشقه الاساسي، هو لعب كرة القدم. الشاب ده عايز يلعب كورة، صور بقى واكل بقى وشاورمات بقى وهمبرجرات وهمبرجر دبل، وفي على فكرة في حتت كتير اكل فاست فود خطير جدا جدا، وفي حتت يعني احنا بنقول عليها كلاس ايه، وحتت عادية وناس الغلابة، ودول بيعملوا أكل فاست فود، ودول بيعملوا أكل فاست فود، ودول اللي هيودوا المنطقة كلها بتاعتهم في داهية، ودول هيودوا المنطقة بتاعتهم كلها في داهية. أنت بقى تبقى رقيب على نفسك، ما هو الناس دي فاتحة أكل عيش وعايزة تأكل، والأكل حلو مش وحش، بس تاكل حاجة على قدك. دان سوليفان عاش شوية ياكل مش على قده، وصل وزنه لوزن كبير، وما بقاش يلعب كورة. بدأ يعمل شيء معين، خس. دان سوليفان رجع وزنه طبيعي تاني، قال جملة مشهورة قوي، ده وزنه بقى الطبيعي، شوف التكوين العضلي، شوف ازاي. قال لك انا رجعت العب تاني كورة بعد ما كادت السمنة تقضي على حياتي وتصيبني بجميع الامراض التي ترتبط بالسمنة، وانا دلوقتي في افضل حالاتي الصحية والبدنية، والمهمة قوي النفسية، وبقدر العب كره تاني. الراجل ده وتفر عمل ايه؟ بالنسبه ل 107 كان ممكن جدا يمشي على الرجيم، اللي اكبر من كده لا، عمليات. الراجل ده اتغيرت حياته 180 درجه. فاحنا بنتكلم على ناس الجراحات السمنه دلوقتي ممكن تغير حياتهم 180 درجه. وانا شفت حالات كتير كده. ازاي شاب صغير عنده 19 20 سنه بياخد دواء ضغط ومش قادر يفوت ساعة من غير ما ياخد الدواء في ميعاده، وبدأ يجيله قرشة نفس، وبدأ الضغط في 18 سنة، مرض الضغط بدأ يتكون، ده هيعمل مضاعفات عن سن 35 أكيد لو هيمشي على النمط ده، ولا سن 30 تلاقي شاب عنده 30 سنة وعنده فشل قلبي ممكن. فده خلينا أقف قدام جراحات السمنة ونحللها احتراما وافهمها بشكل دقيق جدا. ضيفي العزيز اسم لامع في هذا المجال، هيسعدني بحواره وهنبدا نتناقش في حاجات كتيره جدا. النهارده ضيفي دكتور محمد شوقي، المتخصص في جراحات السمنه والمناظير، وعضو الجمعيه المصريه للجراحين، عضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه. اهلا بيك دكتور محمد، منورني وسعيد جدا بزيارتك. نورك فندم. وهبدا بتكميم المعده. تمام. تكميم المعده عمليه لها بريق كبير. طبعا. وهي رقم واحد في الانتشار. بالظبط. الفترة الأخيرة تكميم المعدة بقت من العمليات اللي خلاص بقت الأب ليدنج في العالم كله، بقت العملية رقم واحد دلوقتي في عمليات السمنة، وبقت من أشهر وأكثر العمليات شيوعا، وبقت العملية اللي معروفة لكل الناس في العمليات بتاعت السمنة. هي رقم واحد في الانتشار. بالظبط. لكن كل واحد يناسب عمليته. بالظبط بالظبط. تحديد العملية المناسبة له معايير مختلفة هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله، ولكن احنا بنقول دلوقتي في العمليه الاكثر شيوعا دلوقتي بقت تكميم المعده، او هي يعني الاكثر شيوعا والاسهل على المرضى شويه في المتابعات، وبقيه القصص بتاعتها نوعا ما بتبقى امورها ماشيه بالنسبه للمرضى بتاعت السمنه بشكل احسن شويه ان شاء الله. تكميم المعده كعمليه من المانوفرز او من الطرق الجراحيه المتخصصه في السمنه،
السهله اللي احنا بنعتبرها من العمليات السهله او الجريد 1 اللي هي بدايات الجراحات بتاع السمنه، احنا بنعتبرها هي العمليه الاسهل على المريض من حيث الفترات اللي يعني بتستلزمه ان هو يتعافى بشكل كويس، يقدر يرجع لحياته الطبيعيه بشكل كويس بشكل سريع. متابعتها العلاجيه فتراتها قصيره شويه، فهي كعمليه بالنسبه لنا بقت دلوقتي يعني احنا بنعتبرها عمليه من عمليات اليوم واحد. المريض بيخرج ممكن في نفس اليوم او ثاني يوم بالكثير من المستشفى. النقطه الثانيه ان متابعاته العلاجيه بتبقى سهله بالنسبه له، ما عندوش مشاكل كتير ممكن يقابلها في المتابعات على المدى الطويل شويه بعد العمليه بتاعه تكميم المعده ان شاء الله. العمليه بقى خطواتها ايه؟ باختصار هي العمليه عمليه بيتم فيها تقليص حجم المعده عن طريق قص طول المعده. المعده بتاعتنا ليها حجم معين وليها قدره استيعابيه معينه. انا هدفي من العمليه ان انا اقلل القدره الاستيعابيه بتاعه المعده، القدره اللي هي تقدر تستوعب فيها كميات كبيره من الاكل. انا هدفي من العمليه ان انا اقلل الجزء ده. بعمله ازاي؟ بعمله عن طريق ان انا بقص المعده بالطول على نفس الشكل بتاعها واحولها في الاخر لشكل انبوبي ما يستوعبش كميات كبيره من الاكل. يبقى انا كسبت من العمليه ان انا قللت كميات الاكل اللي انا باخدها وعملت ريستريكشنز على كميات الاكل اللي انا باخدها على مدار اليوم، وبالتالي ابدا استهلك من المخزون الزايد عندي من الايه، من المخزون الدهني الزياده في جسمي. باختصار بتتعمل العمليه عن طريق المنظار الجراحي، فتحات نص سنتي ونص سنتي، فتحات غير مرئيه من 3-5 فتحات على حسب الطريقه اللي انا بستخدمها في العمليه. العملية كلها بتتعمل بالمنظار، بنستخدم فيها آلات معينة كده للمناظير الجراحية، دباسات معينة، غيارات أو دبابيس بنستخدمها لفصل المعدة. الطريقة نفسها كعملية المانوفر كله أو الطريقة الجراحية كلها بتتم بالمنظار. بندخل فيها باختصار جدا، بنفصل المعدة من الغشاء بتاع البطن بسهولة، بنحرر المعدة بالكامل، ونبدأ العملية بتاعة التكميم بالدباسة بتاعتنا. نعملها لودنج على مكان معين من المعدة، نبتدي فصل المعدة لحد الجزء الأخير من المعدة أو أعلى نقطة في المعدة اللي هي قبة المعدة من فوق. وده جزء مهم جدا في التكنيك، ان انا يعني اعمل استئصال كامل للجزء ده تحديدا من المعده، لانه له دور مهم بعد كده هنتكلم عليه في البروجنوزس او التقدم او تطور العيان على مراحل العمليه المختلفه ان شاء الله بعد كده. هبدا في منطقه مهمه جدا تهم الناس كلها، هي قرار ما قبل العمليه. انا كمريض مين اللي مناسب ليا تكميم المعده؟ مين المناسب له تكميم المعده؟ تمام. او تكميم المعده مناسبه لمين؟ تمام. المعايير بتاعتنا في اختيار جراحات السمنه بتختلف من حاله للتانيه. عندي مجموعه كده من الكاتيجوريز كده، بحط العيان بتاعي على سكيل كده وابدا اتكلم، فانا هختار العيان ده ايه، امتى اختار له تكميم معده، وامتى اختار له تحويل مسار، وامتى اختار اي موديوليشن من العمليات بتاعه السمنه كلها عموما. اختياراتي للجراحه بتختلف من مريض للتاني، ولكن في بيز لاينز في القصه او في معايير ثابته بنحدد على اساسها العيان مناسب اصلا ليه الاول عمليات السمنه من عدمه. يعني انا النهارده ما ينفعش اي حد النهارده يجي لي مثلا يقول لي انا وزني مثلا 85 كيلو وعايز اعمل تكميم معده، هل انا اوافق بان انا اعمل له تكميم معده على الوزن ده؟ لا. فانا عندي الاول خطوط عريضه بحطها اتكلم بعد كده عليها، هل العيان ده في الاول خلاص مناسب الاول اختياري ليه ان انت خلاص كده الكتيف انك تعمل جراحه من جراحات السمنه بانواعها. فابدا بعد كده احط الكاتيجوريز المهمه او الخصائص المهمه اللي هحدد على اساسها هيكون مناسب ليه ايه، التكميم ولا التحويل مثلا او السياسي او اعتبر العمليه اللي انا هختارها له بعد كده. بدايه كده لازم العيان بتاعي بيعتمد في التشخيص بتاعه على كونه هيحتاج عمليه او لا على حاجه اسمها البادي ماس اندكس او مؤشر الكتله بتاع الجسم. مؤشر الكتله بتاع الجسم بتاع المريض ده احنا عمليه حسابيه بنحسب الوزن بتاع المريض مقسوم على مربع الطول بتاعه بالمتر، بيدينا رقم على سكيل عالمي او السكيل او الميزان العالمي ده اللي بيحدد درجات السمنه المختلفه. وعلى الرقم بتاع المريض اللي هيطلع ده ابتدي اقول العيان ده اولا مناسب ليه العمليه ولا لا. كل المرضى اللي عندهم وزن زياده اللي لما احسب لهم البي ام اي بتاعهم او البادي ماس اندكس بتاعهم يطلع رقم فوق ال 40 او ما فوق ال 40 يعني، ده خلاص الكتيف ان هو يعمل كل جراحات السمنه المتاحه. ولكن الاختيار بعد كده هيتحدد على مجموعه ثانيه من العوامل، منها المرحلة العمرية اللي المريض عليها، منها ان كان بيعاني من امراض مصاحبة للسمنة ولا لا، منها الحالة تفرق المضاعفات اللي حاصلة مع السمنة في الوقت ده. طبعا كل السمنة انا عن نفسي حتى لما بتكلم مع كل المرضى بتوعي اعمل لهم اشورنس على الموضوع ده، ان علاج السمنة جراحيا ما بيتوقفش عند علاج السمنة في حد ذاتها. العملية بالنسبة لي مش عملية تجميلية فقط، انا ما بعملش عملية السمنة النهاردة علشان
افقد الوزن الزياده اللي عندي، بس لا انا عندي اهداف تانية من السمنة، عندي عيانين عندهم سكر مثلا من النوع الثاني، محتاج ان انا احقق لهم تارجت او تحسن على مستوى مستويات السكر بتاعتهم. عندي عيان تاني عنده مشاكل في المفاصل، محتاج ان انا لما اخسر الوزن الزياده بتاعه ابدا اتحسن على مستوى الام المفاصل اللي بتجيلي. عندي عيان عنده مشاكل في النوم، عنده مشاكل تنفسيه بتحصل له اثناء النوم، محتاج ان كل ده يتحسن بعد العمليه. عندي عيان عنده مشاكل في القلب، عندي مشاكل في انتظام مستوى ضغط الدم، كل الحاجات دي انا محتاج ان هي تتحسن. فانا بالنسبه لي العمليه ليست عمليه ترفيهيه بالدرجه الاولى او عمليه تجميليه بالدرجه الاولى، لا انا عندي اهداف ثانيه حابب ان هي تبقى جزء من التارجت بتاعي، ان انا احسن مستوى او اللايف ستايل بتاع العيان بتاعي بعد العمليه، ما يبقاش هو بس جاي يخسر وزن، لا انا عندي كمان مشكله ثانيه ان شاء الله بتتحسن بشكل كبير جدا وتتحل بشكل كويس جدا بعد العمليه ان شاء الله. فبالتالي دي من ضمن الاختيارات اللي بتخليني دايما افكر في اختيار مناسب للمريض من العمليات المتاحه من عمليات السمنه ان شاء الله. والمريض جاي لك عنده سمنه، خلاص قررنا نعمل له تكميم، بس عنده ارتجاع في المريء. تمام، دي القصة الارتجاع بتاع المريض دي بتاخدنا لنقطة تانية، هي التحضير بتاع المريض. التحضير بتاع المريض ده في عندنا أكتر من حاجة بنعملها بتغير القرار بتاع العملية أو بتغير نوعية العملية نفسها. النقطة التانية كمان ان هي ممكن تغير ميعاد العملية، ممكن توصلني ان انا أأجل العملية او ألغي العملية كلها. من ضمن الحاجات اللي ممكن تغير القرار بتاعي في العملية ان انا يجي لي مريض عنده ارتجاع شديد في المريء، فبالتالي بيزيد على الفحوصات التقليدية بتاعتي اللي بعملها العملية من زر المعدة، ده بشوف بيه او بقدر احدد بيه حالة الجدار الداخلي بتاع المعدة اخباره ايه، هل في تضرر على مستوى الجدار بتاع المعدة والمريء من الارتجاع الشديد اللي العيان بيعاني لفترات طويلة، هل الكلام ده هيغير معايا في قراري للعملية؟ هيغير معايا القرار اختيار نوع العملية نفسها سواء تكميم او تحويل مسار، هيخرجني من الـ من الـ من الـ من النقطة ان انا هحط العيان في التكميم بس. النقطة التانية كمان، حتى لو انا اخترت له التكميم، لو هو عنده ارتجاع بسيط في المريء واخترت له التكميم، التكنيك نفسه بتاع العملية او الطريقة الجراحية نفسها هتتغير. عندي خطوات ممكن ازودها على عملية التكميم العادية، احنا بنقول عليها او احنا بنسميها ان هي حاجات اسمها الانتي ريفلكس ميجر، او الخطوات اللي بتقلل ارتجاع المريء بعد العملية بتاعة التكميم. من ضمنها ان انا بثبت له الجزء او الجيب بتاع المعده اللي انا بسيبه له في المعده من تحت في غشاء البطن من تحت، ده بيقلل الفرص بتاعه الارتجاع اللي بتحصل. النقطه الثانيه كمان ان انا برضو ما اسيبش ديستال اوبستراكشن ورايا، او ما اسيبش ضيق شديد في الجزء بتاع الانترم من المعده من تحت، اسيبه له نوعا ما اوسع شويه من الطبيعي، فبالتالي هو نفسه مش هيحس بالضغط مع الكميات الصغيره من الاكل او السوائل اللي هو بياخدها، فيقل مع الارتجاع. فانا ممكن حتى لو العيان بتاعي عنده مشاكل من نوعيه ارتجاع المريء، اقدر اخد له القرار بالتكميم، وفي نفس الوقت لو مش مناسب او عنده تضرر دايم في المريء بتاعه من الارتجاع الشديد اللي موجود، اخد القرار بتغيير نوعيه العمليه لتحويل المسار. ودي نوعا ما يعني قصه الارتجاع هتبقى معاها نوعا ما احسن شويه من التكميم. فده كله بيغير قرار العمليه معانا. وانا بعمل العمليه نفسها برضو، ناس هل ما زال حد ممكن يجي يقول لك اعملها لي مفتوحة ما تعملها ليش بالمنظار، ولا بتالي الناس بقت مثقفة في الفترة الأخيرة؟ طبعا ثقافة الناس اتغيرت، الناس كلها بقى عندها الأكسس على المعلومات بتاعة العملية، وإحنا ده بنشوفه كتير جدا مع المرضى بتوعنا. تلاقي عيان جاي حافظ خطوات العملية نفسها، عيان يسألك يقول لك يا دكتور هو أنت الخط بتاع الدبيس هتخيطه ولا لأ بعد العملية؟ طب أنت بتثبت المعدة من تحت ولا لأ؟ طب في رنج هتتحط على المعدة علشان موضوع التمدد؟ ثقافة العيان النهاردة اتغيرت عن زمان. العيان النهاردة بقى فعليا عنده داتا كبيره جدا عن التكنيك الجراحي نفسه، مش بس على قد التحضير وعلى قد المتابعات، لا بقى عارف التكنيك الجراحي نفسه كمان وبيناقشك فيه. فالجزء ده كمان بقى مختلف شويه. يجي النهارده المريض بيسال طبعا وبيسال في كل التفاصيل الجراحيه تقريبا، ودي برده من الحاجات المميزه انك بتبقى مرتاح معاه في المتابعه، يعني ده برده نوع مريح شويه بالنسبه لك. يعني العيان اللي بيبقى فاهم الموضوع شويه بيتعامل مع القصه بشكل احسن، بيبقى مريح بالنسبه لك في المتابعات، التزامه بالتعليمات لانه بيبقى عارف المنفعه بتاعته او البنفيت اللي هو هياخده من العمليه قصاد الريسك اللي هو ممكن يحط نفسه فيه لو حصل له مشاكل تانية. ممكن عيان برضه يخرج بتفكيره ان هو يعمل حاجه تضره، فهو لو هو فاهم الموضوع من الاول وملم شويه بالتفاصيل دي نوعا ما هتبقى اموره ماشيه بشكل احسن كتير ان شاء الله باذن الله بعد العمليه. طبعا اكيد بيجوا يسالوك عن الدباسات، ده من ضمن الاركان المهمه في اي حوار. ده طبعا
قصه حتى العيان بتاعي لو ما سالش عليها انا لازم اشرحها له، لان هو دي حق، يعني انا بعتبره حق اصيل للمريض انه يعرف العمليه بتاعته دي عمليه كبيره، فلازم يبقى عارف كل التفاصيل بتاعتها، ومن اهم تفاصيلها الدباسات المستخدمه في العمليه، نوعيات الغيارات نفسها، دي كلها من التفاصيل الاصيله ان المريض يكون عارف. فلازم يبقى عارف كويس قوي هو هيعمل العمليه بايه، هيعمل الغيارات اللي احنا بنحطها دي ايه، تكوين الدبابيس نفسها. في ناس النهارده بتقول لك، يعني انا سالت سؤال مثلا من يومين ثلاثه كده في العياده، احد المرضى بيقول لي انا النهارده هعمل العمليه، طب انا هشيل الدبابيس اللي انا بحطها في العمليه امتى؟ هو قناعته ان في حاجه هتتحط وليها وقت هتتشال، هو متخيل ان هي زي البالون مثلا هيحطها فتره من الزمن ويشيلها. فطبيعي ان انا لازم كده كده اعمل له اشورنس على القصه دي، افهمه كويس جدا الدباسات دي بتشتغل ازاي، وظيفتها ايه، الطريقه اللي بتفصل بيها المعده ايه، عدد الدبابيس، عدد صفوف الدبابيس، هل بيختلف من نوع من الدباسات للتاني ولا لا، اختياري للدبابيس نفسه بيتعمل على اي اساس، لان ده برضو بيفرق معايا. انا النهارده مثلا جالي عيان حاطط بالونه قبل كده، اختياراتي في الغيارات او الدبابيس اللي انا بستخدمها في العمليه مختلفه عن عيان برايمري ما عملش اي تدخلات على جدار المعده. فطبيعي ان انا في الموضوع بتاع الاشورنس ده لازم انا اكون اتكلمت مع العيان بشكل كويس، شرحت له الموضوع، حطيت له التخيل بتاع العمليه ازاي، علشان هو حتى بعد كده يبقى بالنسبه له الموضوع ان مايند، ان هو عارف كل التفاصيل دي، ويبقى حاسس ان هو عنده تغيير محتاج يحافظ عليه. هو لو محسش باهميه القصه اللي هو بيعملها هيبدا يخرج عن الترتيب الطبيعي او اللايف ستايل اللي مطلوب منه بعد العمليه. فاحنا لازم نحافظ كويس جدا على النقطه دي، ونعمل يعني تاكيد على كل التفاصيل المهمه في خطوات العمليه، خطوات المتابعه، خطوات التحضير، كل دي من النقط المهمه اللي لازم نتكلم فيها دايما مع العيان بتوعنا باستمرار. بعد العمليه الانسان بيخس بمعدلات شكلها عامل ازاي؟ ما ده برضو من ضمن الحاجات اللي اكيد مش بس بيسأل بيها عليها بعد العملية أو قبل العملية مباشرة، بيسأل عليها طول الوقت. طبعا طبعا، دايما أنا بقول إن إحنا ما عندناش تارجت ثابت كل شهر مثلا أو كل أسبوع لخسارة الوزن، ولكن أنا عندي تارجت عام للعملية إن أنا أخسر جزء من الوزن الزيادة بتاعي على تايم معين. يعني أنا مثلا دايما أحب إن العيان بتاعي يخسر من 60-80% مثلا من الوزن الزياده في اول 6 شهور ل8 شهور مثلا. ببقى انا بعتبر الشهور دي بالنسبه لي اللي احنا بنسميها الجولدن مانثز، ان انا اخسر كميه من الوزن بالشكل اللي احنا شايفينه ده في فتره قصيره. انما اخسر مثلا الشهر ده 10 كيلو واللي بعده 10 كيلو، لا ما فيش عندي ضوابط. يعني دي خسرت كام؟ دي خسرت كتير. دي خسرت حوالي 45 كيلو تقريبا في اول 6 شهور. في اول 6 شهور 45 كيلو. تكميم معده. تكميم معده. فانا بالنسبه لي النزول، دايما اقول لهم كده ان احنا ما فيش حاجه اسمها تارجت ثابت بالنسبه لي، انا في ليا اوفر اول تارجت عايز احققه، فالتارجت ده هوصل له ان شاء الله، هوصل له بالتزامي، هوصل له بان العمليه بتاعتي تعمل بشكل كويس، الامور كلها بتمشي ان شاء الله بالترتيب اللي احنا دايما بنرتبه مع بعض. ما حدش فينا احنا بعد العمليه، احنا كلنا تيم وورك، كلنا عندنا هدف عايزين نوصل له مع بعض ان شاء الله بشكل كويس، ونبقى احنا ما حدش فينا بيقارن حاله بالثانيه. انا دايما اقول لهم ما فيش حاله منكم تسال حاله ثانيه انت خسيتي قد ايه في وقت قد ايه، لان مش كل التفاصيل واحده. في مريض مثلا في الفحوصات بتاعته تلاقي عنده مثلا مشكله في الغده الدرقيه او قصور في وظائف الغده الدرقيه، ده طبيعي ان الحرق بتاعه والميتابوليزم بتاعه هيبقى اقل من الناس التانيه شويه، فهو هينزل ولكن ما يستعجلش النزول بتاعه شويه، لانه محتاج نوعا ما ان هو يعني يزود في التفاصيل اللي هتخليه يتحرك بزياده في نزول الوزن. فانا ما عنديش ثوابت في نزول الوزن، ولكن احنا عندنا الواظب على دواء، والواظب على دواء مهم. احنا عندنا تارجت عام ان احنا نخسر في اول 6 شهور من 60-70% تقريبا من الوزن الزياده بتاعنا، ممكن نوصل ل 80% في السنه الاولى، بنفضل نخسر وزن من 12-18 شهر تقريبا بعد العمليه. فمش هنستعجل، خصوصا ان احنا دايما نحب ان احنا ننزل بشكل كويس، ما يبانش علينا ان احنا بنخسر وزن بشكل مفاجئ، القصه كلها بتمشي بشكل كويس ان شاء الله. مثلا الحاله دي مش وزن زياده قوي، بس زياده كان كام مثلا؟ ده كان قبل العمليه 156 كيلو، بس طويل. مش كان باين قوي؟ 156 كيلو، بعد العمليه ست شهور كان وصل 106. ولسه خسر 50 كيلو. بتحسن طبعا. كتير ان شاء الله باذن الله. طبعا فارق كبير جدا برضو الشاب ده. لا ما شاء الله، ده بقى حقق التارجت. ده وصل التارجت، ده بقى له فتره كبيره شويه، وما شاء الله عنده ثبات. يعني هو بقى له مثلا يعني خاصه وصل هو الايديال ويت بتاعه، وصل الوزن المثالي بتاعه من 2.5-3 سنين. يعني ده بقى له 2.5-3 سنين بيعيش في الوزن المثالي بتاعه، خلاص يعني ثابت على كده. برضه خسر برضه رقم كبير جدا. ده واصل للايديال، ده برضه كان 150 كيلو تقريبا. هو طويل شويه، وصل 89 كيلو حاليا.
برضو ده الايديال بتاعه ان شاء الله، مش محتاج يخسر اكتر من كده ان شاء الله. يعني بنات بتفرق معاهم قوي العمليه طبعا. البنات كمان حتى عندنا نقطه ثانيه البنات بيستفيدوا منها شويه. احنا طبعا عارفين الامراض المصاحبه للسمنه في السيدات، في حاجات تانية بقى كمان السيدات مختلفة فيها شوية. مشاكل الأوفيوليشن نفسها، التبويض مثلا بيحصل فيها خلل مع الوزن الزيادة، بيحصل لنا مشاكل في الأوفرز نفسها، المبايض نفسها بيحصل فيها مشاكل من نوعية التكيسات الزيادة والكلام ده، كل ده بيزيد مع الوزن الزيادة. بعد خسارة الوزن تبدأ الأمور تتحسن، تبدأ الأمور تستفيد. حتى احنا أكيد أي حد فينا في محيط حياته مثلا شاف حد جاره، حد زميله، حد صديقه عنده مشكلة مثلا مع الفيرتيليتي ومع الخصوبة بسبب الوزن الزيادة، ويحاول أكتر من مرة على محاولات الـ IVF ومحاولات الحقن المجهري والكلام ده كله، ويحصل فيلير بشكل كبير جدا طول ما الوزن بتاعنا عالي. وتبدأ الأمور مع خسارة الوزن الأمور بتتحسن، ويبدأ الفيرتيليتي ترجع وتبدأ الأمور تتحسن بشكل كبير. ودي برضو من الحاجات اللي أنا بعتبرها من المكاسب الكبيرة جدا، إن سيدة تخسر وزن زيادة عنها، بعيدا عن قصة الكوزموزس أو التجميل بتاعنا. لا، احنا عندنا مكاسب تانية على مستوى الحياة بتاعتنا الطبيعية، إن أنا يعني أبدأ أدخل في القصص بتاعتي الطبيعية اللي هو الحياة العادية والفيرتيليتي والكلام ده كله مهم بالنسبة لي، يعني أنا أحقق فيه مكاسب كويسة. فدي من الحاجات برضو الكويسة للسيدات مع العملية إن شاء الله. هسمعك سؤال محاكاة، سؤال بيحكي حاجة مشهورة جدا، احنا في طي كلامنا جبنا سيرتها، تعالوا نسمع مع بعض. يا دكتور، أنا وزني 120 كيلو وعندي سكر وعمري 45 سنة. هو أنا مش أكل قوي ولا بحب الحلويات كتير يعني، بس هي وراثة في العيلة، وكمان أنا عندي قصور في الغدة الدرقية. فأنا عارف أنه عمليات السمنة مفيدة للمرضى السكر، بس هل تنفع لي عملية مع مشاكل الغدة الدرقية علشان يعني هي السبب الرئيسي في السمنة وكده، ولا عادي هتتحسن زي ما السكر بيتحسن؟ تمام. دي لغه المرضى يعني. هو برضو قرر وقال انه الغده هي السبب الرئيسي، هي من ضمن الاسباب. من ضمن الاسباب، ودي من الحاجات اللي انا بقول عليها، ان احنا في التحضير بتاع العمليه دايما بنعمل كل حاجه تقريبا، لان احنا قد يكون عندنا سبب مباشر للسمنه يخليني بعد العمليه اعمل عمليه النهارده وافضل برضو السلوبنج كيرف بتاع النزول بتاعي بتاع الوزن بطيء. فانا محتاج ان انا ابقى ملم دايما بكل التفاصيل بتاعه المريض بتاعي قبل العمليه. يعني انا لو عندي عيان عنده مشكله في الغده الدرقيه، عنده قصور في الوظائف او الافراز بتاع الغده بتاعه قليل، محتاج ان انا امشيه لفترات كويسه على الثايروكسين قبل العمليه، محتاج انظم له المستوى بتاع الهرمون كويس عشان الميتابوليزم بتاعه بعد العمليه حتى يبقى كويس. يعني خليني انا خلاص وصلت الوزن مرتفع علشان الهايبرثايروديزم او قصور الغده الدرقيه بتاعتي، محتاج ان انا اصلح ده الاول. ده قرار ممكن يخليني حتى اجل العمليه لفتره على ما تبدا الامور تتصلح معايا بشكل كويس، فابدا بعد كده اخد الخطوات بتاعتي العاديه. انما انا لو عملت العمليه النهارده بدري وانا ما عنديش الباك جراوند بتاع قصه ان انا اصلا العيان بتاعي هايبوثايروديزم، ما هو برده مش هيخس بالشكل المطلوب، وهاخد برضو فترات اطول شويه، هتخسرني وقت من الوقت المهم بعد العمليه اللي بخسر فيه وزن كبير في كيرف قليل للنزول. فلازم ده اصلحه الاول بشكل كويس علشان ابدا اتعامل مع الخطوات الترتيب الطبيعي بتاع العمليه، فبصلح دي الاول. النقطه الثانيه بتكلم عليها اللي هي الموضوع السكر. الموضوع ده من المواضيع اللي عليها يعني خلاف كبير جدا في العمليات بتاع السمنه كلها، مش بس التكميم والتحويل. يعني الناس كلها بتتكلم على ان اي حد عنده سكر يبقى الاختيار رقم واحد بالنسبه له هو التحويل. لا، احنا بنتكلم في نقطه مختلفه تماما، ان العمليات اصلا بتاعت السمنه، السكر النوع السكر المرتبط بالعمليات او اللي بيتاثر بعمليات السمنه هو سكر النوع الثاني، ده رقم واحد. سكر النوع الاول ده بيتاثر بشكل قليل جدا مع العمليات، فاحنا كل الكلام بتاعنا على سكر النوع الثاني. طيب العمليات تفرق فيه، هل التكميم مختلف عن التحويل في معدلات تحسن السكر او معدلات تحسن داء السكري من النوع الثاني مع العمليات؟ في فرق مهم بين الاثنين في العمليه. طيب هل في واحد فيهم له افضليه عن الثاني في تحسن السكر؟ الافضليه هي افضليه زمنيه بالنسبه لي، لان احنا في الاخر عمليات السمن عموما او البرياتريك سيرجري عموما انا بعتبرها عمليات برياتريك خساره وزن، وفي نفس الوقت عمليات ميتابوليزم. فدي بالنسبه لي هتفرق على مستويين، هتفرق على مستوى مقاومه جسم المريض للانسولين نفسها هتتحسن، كمان الاماونت بتاع الاكل او كميات الاكل اللي هياخدها هتقل. فانا بالتالي بعد العمليات سواء التكميم او تحويل المسار الاثنين، السكر بتاع المريض بتاعنا هيتحسن بنسب كويسه جدا، ولكن مع التكميم هيبقى ويت لوس ديبندنت، هيبقى معتمد بشكل اكبر شويه على خساره الوزن، لان العمليه نفسها ما
ما بتغيرش قصة الميتابوليزم بتاع العيان شوية، لأنها بتحتفظ بالباسوي الطبيعي للأكل أو بتحتفظ بالباسوي الطبيعي للهضم بتاع المريض، فبالتالي قصتها مع الميتابوليزم أقل شوية، فبيبقى اعتماد تحسن السكر بتاعي معاها على خسارة الوزن بشكل أكبر، وده فعلا بيتحسن جدا لما العيان يبدأ يخسر الدهون الزيادة اللي عنده ويعتمد في التغذية بتاعته على الدهون المخزنة بشكل كبير عنده، فتبدأ مقاومة جسمه للأنسولين تتحسن فيبدأ سكره يتحسن. وعندنا يعني حالات كتير جدا عملت معانا العملية تكميم وتحويل المسار، والاثنين بفضل الله وصلوا معدلات تحسن كبيرة جدا بالنسبة للسكر يعني. هقول لك على جملة زي هي عنوان فيلم تمام، وانت تقول لي فكرك بايه في عملية في جراحات السمنة في السمنة عموما. ارض الخوف، مين هي ارض الخوف في جراحات السمنة؟ ارض الخوف الحتة اللي تخوف، رائعة داود عبد السيد. بالنسبة لنا ارض الخوف بالنسبة لي هم كل العيانين اللي ماشيين على سايكيك سيرابي. دي بالنسبه لنا بالنسبه لنا يعني المضاعفات العاديه او المضاعفات اللي هي اللي كان مانج المضاعفات اللي نقدر نتعامل معاها زي الناس كلها بتتكلم عليها التسريب والنزيف، المضاعفتين الاشهر للعمليه بالنسبه لي مش هم الكورنر ستون لخوفي من حاجه، لا خوفي انا دايما من العيان اللي عنده مشاكل سيكولوجيه لانه دايما عنده حرص زياده على كل حاجه بتحصل حواليه، دايما بيديك امبريشن مختلف عن الاعراض اللي هو بيحس بيها، دايما بيحس يعني الاعراض بالنسبه له دايما بتبقى يعني ايه بتكبر واكسجريت شويه، ان هو دايما يديك وصف مختلف تماما للحاله اللي هو فيها. فانا بالنسبه لي ارض الخوف في عمليات السمنه هو العيان قلب الشجاع، رقعت من الجبس قلب الشجاع، اكيد في السمنه في العمليات في الجراحات في قلب الشجاع. القلب الشجاع الانستيزياتيم. برافو عليك طبعا. لا 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 اختياراتك حلوه مختلفه طبعا الانستيزياتيم فريق طبعًا. التخدير طبعا ما اقدرش انكر حق فريق التخدير، فريق التخدير ده كورنر ستون طبعا. قلب الشجاع بتاع العمليه انا من غيره مش هعمل حاجه. لا صحيح يعني انا لو عندي عيان يدخل صحيح يخدر الناس. انا النهارده انا بالنسبه لي العمليه كصعوبه العيان ال 100 كيلو زي ال 120 زي ال 150 زي ال 160 زي ال 200 زي ال 250 تخدير مختلف. التكنيك مش هيفرق كتير بالنسبه لي. العمليه هتبقى اصعب شويه لان انا هتعامل بشكل مختلف شويه مع العيان، ولكن القصه الاصعب عند طبيب التخدير. الانستيزيا بالنسبه لنا في القصه دي هو ده اللي هيحكمني انا رايح فين وماشي في انهي سكه، عشان كده دايما انا احب ادي لهم رساله الشكر بتاعتهم حقهم، لان هو القلب الشجاع فعلا بتاع العمليه، هو بريف هارت. طبعا تنورتني النهارده وابدعت الحقيقه في واحده من يعني اطلالاتنا المهمه جدا على عالم جراحه السنه، هذا العالم المثير انتشاره وتأثيره المذهل جدا. يبقى انه في حالات كتيرة جدا بيبقى شاب صغير عنده 18 سنة أو 19 سنة، وهذا الشاب الصغير بيعاني من سمنة ويعاني من ضغط دم، ولما يعمل العملية نبص نلاقي انه ضغط دم بدأ يقل من غير دواء حتى، والسكر لو كان بدأ يتكون يبدأ يختفي، فده شيء يجعل جراحات سمنة لها وضعية كبيرة جدا. ضيف العزيز دكتور محمد شوقي نورتني، وراك الناس الحلوه اسعدتني على خير، حوارك دايما على خير رب ان شاء الله، دايما مع الناس الحلوه. احنا لازم نحافظ على، ممكن يكون مشكله في الظهر كبيره جدا. التهور بقى المصري بيكون غير كده، التهور المصري بيكون ان انا بساعد اختي في الجهاز ده فاروح شايل شيله جامده، بعمل منظر كده في فرح ولا في حاجه فشيل العروسه لاني فرحان. الانتخابات ايا كان بقى، اي انتخابات يعني انتخابات نوادي، انتخاب مش عارف نقابه، انتخاب اي حاجه، واحد لازم يشيل حد، يعني في واحد فوق وواحد تحت، واللي فوق ده بيهتف واللي تحت، اللي فوق بيجي له كسر في ظهره واللي تحت بيجي له كسر في ظهره، الاثنين. الجراحات تقدمت لكن بلاش التهورات. والجراحات تقدمت وبقى في نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحه الملاحيه. هنشوف معنى كلمة الجراحة الملاحية. العالم كله على فكرة ناحية النافيجيشن، ناحية الجراحة الملاحية، وقاية، أعرف أنا داخل فين، كل حاجة شايفها، في فروع كتيرة في الطب، يعني في الأسنان، النهاردة في المخ والأعصاب هنتكلم على الجراحة الملاحية. النهاردة أكيد يعني هنستمتع جدا بحوار إكسترورديناري مع ضيفي العزيز القيمة الجراحية الكبيرة، واسم جراحي يعني ولا أروع، وما شاء الله مهارة خاصة جدا في تنفيذ الجراحات صعبة جدا والتقدمية العلمية التكنولوجية اللي أحرزها في نيوروسباين، حاجة تدعو للفخر في مصر
واكيد برضو جزء كبير جدا من السياحه العلاجيه اكيد يكمن في هذا المكان في الصرح الكبير اللي ضيفي العزيز بيقوده، ضيفي العزيز الجراح المتميز الاستاذ الدكتور يوسف الحميلي. اهلا بك دكتور. اهلا دكتور ايمن، احييك طبعا على السياحه العلاجيه واحييك على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. الحقيقه انا متشكر جدا، ومتشكر جدا لكل مريض انت افدته. وعلى فكره انا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعوا لك كتير جدا والله وحضرتك، وانت كنت سبب في ان هم ربنا يهديهم الى يعني طرق الشفاء. وعلى فكره كل مريض بنعمل له عمليه ناجحه جزء منه كبير في ميزان حسناتك، ربنا يكافئك عليه. ده اللي اشكرك حقيقي، يعني هي طبعا علاقه جميله جدا، سنوات طويله، سنوات طويله من العمل الدوم الحقيقه. وبحيي فيك افكارك الجديده وابداعك المتواصل، واعذرني ان انا ما بجيش كتير. انت موجود على طول، احنا بس يعني احنا عندنا ما شاء الله مكتبه كبيره جدا لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر. مكتبه اسبوعيه بنطرح فيها افكار في الدكتور وفي الناس الحلوه ما شاء الله يعني. والجراحه الملحيه اول من تحدث فيها في الوطن العربي كان حضرتك. وعلى فكره يعني انا ابشرك يعني افرحك بحاجه، انه فكره الملاحه دخلت في الاسنان، بقينا دلوقتي نتكلم في فكره النافيجيشن في الاسنان، ف وفي كل حاجه يعني صحيح. مش بس يعني بقت في المخ والاعصاب، في العيون، كل حاجه. الحقيقه هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين. يعني الجراحه الملاحيه دي بدات بما يسمى بالجراحه المجسمه، بدأها عالم جراحة مخ وأعصاب مع مهندس، وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الإل دوبا ومشتقاتها. وتطورت مع تطور الكمبيوتر، أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادات الطائرات. واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة. والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماما مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما باجي أعمل عملية ورم في المخ ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية، وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية، ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية في جراحات العمود الفقري تحديداً؟ هي الجراحة الملاحية بالضبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض نحطها على الكمبيوتر، وفي أثناء العملية الجراحية في قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية. بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة، والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو، هعمل عملية بالمنظار، أنا معايا الجراحة الملاحية بتقول المنظار ده داخل فين، على بعد قد إيه، أنا اخترقت الجلد دخلت إلى طبقة أخرى، أنا داخل على العظم بتاع الفقرات، في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها أستطيع أن أنا أستأصل الغضروف. يمكن لو معانا بعض الفيديوهات الإرشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل أكثر دقة. الجراحة الملاحية بتديني أبعاد كل حاجة. أنا هشيل غضروف بحجم قد كده، يعني هنا مثلا المنظر باين لنا الانزلاق الغضروفي اللي باين، أنا داخل بآلة دقيقة جدا، الآلة دي بتسبق دخول المنظار علشان دي بتبقى بمثابة الجايد أو المقياس اللي هدخل من خلاله بعد منه المنظار الجراحي. هدخل كل تفاصيل دخولي من أول ما دخلت بالآلة بتاعتي لحد ما بأنهي العملية الجراحية بتظهر لي على سكرين على بشكل صغير متطبق على أشعة المريض عشان أعرف أنا شلت قد إيه من الغضروف وشلت اللي أنا عايز ولا لأ،
ومحتاج اعمل خطوه اخرى غير استئصال الغضروف، زي ان انا احط دعامه، زي ان انا اعمل توسيع لمجرى الاعصاب. هذا الكلام بيظهر لي بدقه متناهيه جدا. اضفت الى رؤيتي للعمليه الجراحيه بالمنظار، رؤيه للعمليه الجراحيه بمراقبه اخرى من خلال الاشعه، وتطبيق الاشعه ما يسمى بالايمج فيوجن او دمج الصوره الواقعيه مع صوره الاشعه بتاعه المريض. فبالتالي ما عندناش معدل خطا هنا، معدل الخطا هنا في الحجم لا يتجاوز 0.5% في الحجم، لكن في المكان ما بقاش بقى مسموح ان يحصل ان المريض يبقى عنده غضروف ما بين الفقره الرابعه والخامسه ويطلع شايلين الغضروف اللي ما بين الثالثه والرابعه، او شالوا جزء من الغضروف وسابوا جزء، او حصل انه شال الغضروف وما عملش توسيع للقناه العصبيه، او ان احنا عندنا فقره بعد ما شلنا الغضروف لقيناها غير ثابته ومتحركه وما عملناش تثبيت للفقره. كل هذه المعطيات اللي كانت بتكلف العيان ولا زالت في الجراحات التقليديه بتكلفه عمليه واثنين وثلاثه، كل دي بتختزل في عمليه واحده. يبقى المريض بيعمل عمليه، العمليه دي كمان بتحافظ عليه ان هو مجرد ما يفوق من البنج يقدر يتحرك بسهوله ويسر، ومش ممنوع ان هو يوطي او يتحرك كما يريد. في عملاقين بداوا مع بعض، او يعني بدا نجمهم يبزغ في عالم المخ والاعصاب، جراحات الملاح او الجراحات الملاحيه وجراحات محدوده التدخل. فعايزين نبص برضو، يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني ايه كلمه محدوده التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدوده التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا راجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط، لأ، أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع إن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر، ما ساعدناش في ده إن احنا نعمله ونطبقه صح إلا الجراحة الملاحية. وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي أن أول عملية أجريت بالريبوت كانت عملية بالجراحة الملاحية في المخ. العمليات اللي بتتعمل اللي هي التيلي سيرجري أو العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحة الملاحية. الجراحة الملاحية بتعمل عمليات مخ الوظيفية اللي هي للشلل الرعاش وإصابات الحركية و وبتعمل عمليات استئصال الأورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في الجراحات العمود الفقري. بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري، زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه احنا لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وأيضا مريض يصلح له جراحة ملاحية بنظام جراحات محدودة التدخل. الحقيقة هو كل الجراحات يجب أن تطبق فيها الجراحة الملاحية، لأن ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقة إلى العملية وبيدينا رؤى واسعة جدا في أثناء العملية الجراحية. فهو مبدأ وطريقة، زي لما أنا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحة. هو أنا هستخدم التكييف، ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية. فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية. أفيد تطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية. هي بتديني أن أنا أقدر أقيس دقة اللي أنا بعمله خطوة بخطوة، وبالتالي غير مسموح بأن أنا أخرج من العملية دي وعملت خطوة محتاج ان انا اعملها بعد 3 سنين للمريض. لا، ده انا العملية بتاعتي عملت العملية، شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالاشعة واطبق ده وقارنه باشعة المريض، اجد هناك فروق في حركة الفقرات، اعرف ان المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد سنة او 2 من العملية بتاعتي.
فاقوم عامل تثبيت في اثناء العمليه، ودي حاجه جميله جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك او جراحات الظهر الفاشله. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحه الملاحيه، تطبيقات الاشعه داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدا النافيجيشنال سيرجري او الجراحات الملاحيه، تقلص هذا المفهوم الى ارقام ما تحت الواحد من عشر. ليه؟ لان انت خدت الابعاد الاخرى اللي ممكن كنت محتاج انك تعمل العمليه والمريض ده يمشي شويه ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا ان الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت الى حد كبير جدا ثابته، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فاصبحت الفقرات دي متحركه، فانا محتاج احط حاجه او اعمل شيء اثبت بيه الفقرات. يبقى انا استخدمت المنظار، عملت بيه العمليه، شلت بيه الغضروف من غير ما اعمل اي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. لا، والجراحه الملاحيه والجراحه وجود الاشعه داخل غرفه العمليات اداني بعد اخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في ان انا منعت ان ده يحصل. هقف قدام قضيه مهمه جدا، لان دي قضيه على فكره بتطرح على كل التخصص، يعني للاسف التخصصات بقت متشابكه في مصر، يعني المريض بيدخل يسال الدكتور في حاجه تانية وده غلط، بس بالسيل التثبيت، تثبيت العمود الفقري، هذه القضيه تقييم حضرتك ليها ايه؟ تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائله في مجال جراحات العمود الفقري. مش بس فادي المريض اللي عنده كسر في الفقرات او عنده تزحزح في الفقرات، ولكن التثبيت ده من الحاجات اللي ادتنا فوائد كثيره جدا. زي ما لسه كنت بقول، مريض ممكن تعمل له عمليه انزلاق غضروفي او توسيع في القناه العصبيه او توسيع في مجرى العصب او استئصال ورم، وكنا زمان بنكتفي باننا بنعمل الكلام ده وبنطلع، بنكتشف بعد ما المريض يخضع لعمل ويرجع لحياته الطبيعية ان المريض ده بدأ يحصل عنده عدم اتزان ما بين الفقرات وعدم استقرار في المنطقة اللي اتعمل فيها العملية، ومن ثم ممكن الغضروف اللي شلته يرجع تاني بالاحتكاك ما بين الفقرات، ممكن ضيق القناة العصبية يرجع تاني نتيجة تولد أنسجة وتليفات. تثبيت الفقرات لما بنلاقي في أثناء العملية ان المريض ده محتاج، او قبل العملية ان المريض ده محتاج تثبيت فقرات، احنا قطعنا على المريض ده انه يعمل عملية تانية بعد سنتين ثلاثة او اربع سنين. هو ده بعد النظر اللي اضافه التثبيت للجراحات بالعمود الفقري، وده عايز بقى رؤية وخبرة لجراح متمرس. الجراح اللي بيعمل 1000 عملية مش زي الجراح اللي بيعمل 20 عملية ابدا. الجراح اللي عمل جراحات كتير جدا ومر بكل المحطات والنقاط، يعني يكاد يكون كل اكتشافات العمود الفقري احنا بنمر بيها. مثلا الآلات الجراحية، يعني انا كنت مسافر من حوالي شهر، انا اشتريت آلة جراحية بنص مليون جنيه، آلة واحدة. ساعات كتير جدا بجيب آلات جراحية غالية جدا وتطبيقاتها بتبقى قليله جدا، بتفيدني في خطوه واحده في العمليه. ده من احدث تثبيتات العمود الفقري، ان احنا عندنا المريض ده ما عندوش كل الفقرات سايبه، عنده جزء بس في الفقره اللي هو مفصل الفقره سايب. طب ما انا مش محتاج اعمل للمريض ده بقى فتحه واشق ظهره واشيل عظم واحط شرايح ومسامير واقعد اكتفه، لا، ده انا محتاج اثبت الجزء اللي بايظ بس المشكله في الحته دي، يبقى انا هحط حاجه اسمها ووشر او تثبيت مفصلي لمفصل من مفاصل العمود الفقري. الجميل بقى ان المريض ده هيفوق من العمليه، هيقدر يتحرك، يوطي، يلعب كوره، يعيش حياته بشكل طبيعي، وانا تغلبت عن المشكله اللي كانت ممكن بعد سنتين ثلاثه تظهر لي في صوره غضروف تاني او ضيق تاني او تزحزح او الام. ظهرت ثلاثيه الابعاد في العمليات 3D. طبعا انت لما بتعمل اشعه للمريض، والأشعات النهاردة كل شوية بيصدر إصدارات جديدة منها، ده برضو تطبيقات من تطبيقات الكمبيوتر، وتطبيقات الكمبيوتر مع الإلكتروماجنتيك ويف والإنفراريد والكلام ده بيديني لما صور صورة للمريض يقوم عامل لي ليها
شكل تاني للصورة ثلاثي الأبعاد. هيفيدني في إيه؟ هيفيدني في حاجات كتير جدا، إن أنا أبقى أحط أحاطة كاملة بمجال العمود الفقري من غير ما أفتح فتحة كبيرة وألف وأدور حوالين الفقرات. من إحدى مزايا المنظار إنه بيوريني 360 درجة. أنا بدخل جوه بالمنظار أنافيجيت، يعني أنا داخل بالمنظار بدور في كل حتة وفي كل ركن وفي كل زاوية من غير ما أفتح، ده ممكن من ثقب صغير جدا. هذه الإبداعات هي بالظبط كده زي إبداعات اللعيب المحترف. ما هو في ميسي وفي صلاح وفي رونالدو وفي كتير. في واحد بيخلص الماتش في كرة من قد إيه؟ وفي ضربة حرة في أي حاجة بيخلص بطولة. وفي حد تاني بيستعصي عليه الأمر. هي مهارة، تدريب طبعا فوق كل ذلك، علم من لدن حكيم عليم، شاء ربنا أنه يديه لحد، ومشيئة ربنا دايما لما بتحصل بتبقى لأي حد، مش أي حد، لحد مجتهد، حد مثابر، حد بيبذل مجهود، مش حد عايز يقلد حد وخلاص وياخد ويهبش ويجري. هي كده حقيقي اتعلمنا، إنما يعني إيه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. انت لما بتجتهد لازم تبقى مكافح في الحياة. طبعا وربنا بيكافئنا على فكرة، مش على ان احنا عملنا ده ولا ما عملناش ده، على قد ما هو بيدينا العلم والمقدرة والرؤى. والرؤية دي من الحاجات المهمة جدا، الرؤية وبعد النظر بيدهولك، والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء. كل ما اجتهد وكل ما كنت قريب من الناس وتعامل الناس بما يرضي خالق الناس. هروح بقى لجراحات ثلاثية الأبعاد. إيه الميزات اللي ممكن ناخدها من جراحة ليها بعد العرض والطول والعمق؟ دي بتفيد قوي بقى في لما أعمل إيه بقى؟ تركيب غضروف صناعي. أنا هركب الغضروف الصناعي بتاعي في بنفس المقاس المطلوب للمريض بالظبط. هعمل تثبيت للفقرات، هثبت الفقرات وهعدل العمود الفقري بالزوايا والمعدلات المطلوبة بالظبط. هعمل للمريض عملية، دي من العمليات المبتكرة على فكرة والحديثة جدا، ان هو انا بعمل تثبيت للفقرة بدعامة. الدعامة دي فيها مسامير لو بروفايل، حجمها صغير جدا، هي طبعا احنا كده متكبرة، وبعملها بطريقة ان انا استغني بيها عن عملية كبيرة جدا بتتعمل في 6 ساعات والمريض بيخرج له فيها 2000 لتر دم وممكن يطلع يقعد في الرعاية المركزة. ده حقيقة ولا زال الكلام ده بيتعمل، واحنا 2000 ملي لتر عشان بس 2000 لتر ده 2000 ملي يعني 2 لتر يعني 2 لتر دم مثلا، والمريض بيطلع رعايه مركزه وبيبقى عنده مشاكل كتير جدا. العمليات دي فادتنا في ان احنا نقدر نعمل العمليه محدوده التدخل. وهنا دايما بقول لابد ان انا يبقى معايا نافيجيشن عشان اقدر اختار التارجت صح، احط في المكان الصحيح، ابقى استوفيت اللي انا عايزه بشكل دقيق جدا. انا هعمل تثبيت لفقرات اهي، الفقرات دي حصل فيها عدم اتزان او عدم ثبوت، وكان الكلام ده ما بنكتشفوش زمان بسهوله، النهارده بنقدر نكتشفه بعد ما استأصل الغضروف داخل غرفه العمليات، عملت اشعه متحركه واشعه ثلاثيه الابعاد، هتبان لي ان الفقره دي بعد ما شلت منها الغضروف بقت ضعيفه. محتاج بقى أعمل حاجة، بس مش محتاج بقى أفتح للمريض بقى فتحة كبيرة ولا لا لا خالص. نفس الفتحة الصغيرة جدا اللي دخلت استأصلت منها بدخل أعمل تثبيت للفقرة، بحط دعامة. الدعامة دي عشان تبقى ثابتة في مكانها بشكل كبير وتتحمل الوزن بتاع العمود الفقري في منطقة زي الفقرات القطنية، هحتاج أثبتها من كل الزوايا، هثبتها فوق وتحت وعلى الجنبين، اللي هو التثبيت ال 3D اللي هي انا مسكتها بشكل كويس جدا، بقى اصبحت جزء من العمود الفقري. فبالتالي المريض هيتحرك شمال، هيتحرك يمين، هيقفز، هيلعب، هيعمل اي حاجه، دي مش هتخرج من مكانها، دي اولا. ثانيا مش هينتج حولها تليفات تضر المريض او تسبب للمريض ضغط على جذور الاعصاب فيما بعد. اهم حاجه بقى ان المريض مش هيحتاج يغير دي، ولا هتتكسر ولا هتبوظ ولا هتحصل فيها اي حاجه، هتفضل معاه مدى الحياه. يبقى انا شلت الغضروف بعمليه محدوده التدخل وعملت تثبيت للفقره، حافظت على استقرار العمود الفقري، وبالتالي المريض ده
هيعيش حياته بشكل طبيعي تماما، وهيعمل كل الأشعات لأن دي لا تتعارض مع أي نوع من الأشعة، هي بتبان في الإكس راي لكن تنفع تعمل رنين مغناطيسي، تنفع تعمل أشعة مقطعية، تنفع تعمل جميع الأشعة. حذب إلى قضية طبية خطيرة جدا، هذه القناة العصبية حالة بدأت تبقى موجودة يعني مش بدأت تبقى موجودة، هي بدأ يبقى الشكوى منها موجود بكبير. هي طبعا من الأمراض الشائعة لدى الشعوب الأفريقية والشعوب العربية منطقة الشرق الأوسط، وأقل منها في الشعوب البيضاء، فإحنا بنشوفها عندنا كتير جدا. وعلى فكرة من الحاجات اللي خلتنا نعمل تعديلات كثيرة في العمليات الجراحية اللي علموها لنا أساتذتنا الخواجات سواء في ألمانيا أو في أمريكا، إن إحنا شعوب بتتميز بإن إحنا عندنا ضيق في القناة العصبية. على فكرة استخداماتنا للمنظار والميكروسكوب الجراحي والتقنيات الحديثة دي إحنا استخدمناها بقدرات ومهارات عالية جدا، لأن إحنا تدربنا واشتغلنا وحققنا معدلات نجاح في مرضى عندهم ضيق في القناة العصبية. التقنيات دي بتبقى صعبة فيهم على فكرة، ولكن زي ما هي صعبة فيهم هي سهلت للمريض حاجات كتير جدا. أصبحت أقدر أعمل مريض بيجي لي عنده ضيق في قناة العصبية على فقرة واحدة، أقدر أدخل بالمنظار ومعايا ما يسمى بالمايكرو دريلز. وعلى فكرة المايكرو دريل اللي هي اللي هي الحفار زي حفار كهربي زي الشنيور يعني، بس حاجة بالمايكرو يعني صغير جدا صغير جدا. والاستحداثات الحديثة النهاردة انه بدأنا نعمل نستخدم الحاجات دي بالالتراسونيك. الالتراسونيك يعني مش مجرد كهرباء او هواء زي ما كنا بنستخدمها زمان. بالالتراسونيك بتدينا خاصية مهمة جدا، ان عندما بتيجي عند الانسجة الرخوية اللي هي الغضروف او الحبل الشوكي او العصب بتتوقف عن العمل اوتوماتيك، ودي خاصية مهمة جدا جدا بتخلينا نعمل توسيع في مجرى الأعصاب، توسيع للقناة العصبية، توسيع للضيق اللي موجود عند المريض بجراحة محدودة التدخل كان بيتفتح فيها الظهر زي ما بيقولوا ضبة ومفتاح. كالعادة نورتنا وأسعدتنا، وأشكرك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك الرائعة في التثقيف ونقل الثقافة الخاصة بي. أولا يعني رسالة مهمة اللي أنت قدمتها عبر السنوات هي نقل الثقافة الخاصة بواحدة من فروع الطب اللي كانت الثقافة فيها الحقيقة بعافية قوي. كانت الثقافة بتدعو للناس إنها تروح تعمل العبو عصاية وتعمل خزامة في الودان وتعمل كي ولغاية دلوقتي على فكرة موجودة في بعض الحتت، لكن احنا بنحاول نتوغل. يعني كل ما اشوف انا ما رحت في الاقصر في رحله يعني في سفريه كانت جميله جدا، فرحت جدا ان اهل الاقصر المكان ده عظيم، يعني مكان الصعيد عظيم جدا بيتفرجوا وعندهم فرجه باتقان وبنهم، فده فرحني جدا. فده لما نوصل هناك ونوصل للكفور والنجوع والقرى ويتفرجوا علينا ويبداوا يتثقفوا، الناس دي ممكن جدا يكون ناس ما تعرفش تقرا وتكتب فيهم بس عندهم قدره الثقافه، عندهم جين الثقافه، يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا يقول لك لا. والناس بدات تفهم، لا ده لا هنعمل كريم للي عنده انزلاق وظروفي، ما احنا شفنا يعني الفترات اللي فاتت. والله كنت يمكن وانت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم الاقي واحد يقول لك عندي انزلاق ظروف اعمل له كريم لظهره. كريم ايه اللي هيعالج انزلاق ظروفي؟ يعني مع حاجه ما تخطرش في بال حد. هو دائما العلم بينير الطريق. طبعا. ودائما كل من اتبع النور بيصل. نورتنا واسعدتنا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور يسري حميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه، واحد من رموز جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي، كان في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو. لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير، 99% من المرضى عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثيه، بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم،
زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. أهلا بكم. الحقيقة الكلام اللي هقوله النهاردة دوت، وخصوصا في فصل الشتاء، فصل السعة اللي احنا فيه ده، هتضربوا الكلام ده في 10، هتضربوه في 1000، في كتير. ليه؟ لأنه لما اجي اقول لك التهاب وانسداد الانف والتهاب الاغشيه المحيطه بها والشخير الناتج عن كده، وانا بكلمكم دلوقتي اساسا برضو مناخيري مش سالكه قوي، مقفوله شويه، واخد دور برد بقالي 3 اسابيع مش عايز يخف، ده بيؤدي الى مشاكل. الحقيقه انسداد الانف وحدوث الشخير او تاثر مجرى الهواء له اسباب كتيره، من ضمنها التهابات فيروسيه، الجيوب الأنفية اللي النهاردة أكيد هنتكلم عنها، ده قصة كبيرة جدا. ومرضى جيوب الأنفية دول مرضى إيه؟ مرضى يعني مزمنين، وقصصهم وأدويتهم يعني أدبية، بيكتبوا مقالات عن معاناتهم. برضو اللحميج، حكاية اللحميات دي كمان والتهاباتها وزيادة التهاباتها في فصل الشتاء، وتضخم الزوائد الأنفية وإعوجاج الحاجز الأنفي. وطبعا برضو أنتوا عارفين إن الحمل، الستات الحوامل عندهم مشاكل، بيحصل انسداد في الأنف وممكن يزيد مشاكل الشخير ومشاكل التنفس عندهم في وقت الحمل. النهاردة حوار مثير للغاية، لأنه النهاردة هنشوف الجيوب الأنفية والشخير، هنتكلم عنهم بالتفصيل، ودي مشاكل شائعة جدا في مصر، وهنشوف تجربة مهمة جدا مرت بموضوع الشخير ده بالتفصيل قبل وبعد، عملية مهمة جدا تصدت لهذه المشكلة الطبية العويصة. ضيفية العزيزين، اسم كبير في عالم الجراحات، وخصوصا طبعا في هذا المجال، في مجال جراحات الأنف والأذن والحنجرة، ومجال متخصص سب سبيشاليتي، التخصص في التعامل مع حالة الشخير، هو ضيفي العزيز أستاذ الأساتذة الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم. منورنا دكتور هشام بيه، منورنا خطوة عزيزة. حبيبي دكتور أيمن، أهلا بيك. الله يبارك فيك. اسمح لي بقى أن أرحب بضيفك النهاردة، اسم متميز الأستاذ محمد الغدواري، طبعا الاسم الكبير في عالم التعليم، يعني رائد من رواد التعليم. منورنا دكتور. أهلا بيك يا دكتور، تحياتي. وحمد لله على السلامة من بورسعيد. أهلا وسهلا يا فندم، وشرفت بحضرتك. ربنا يخليك أستاذ محمد. يعني حالة مرت بالتجربة الخاصة بالشخير، لكن قبل ما اروح للاستاذ محمد، كلمني الاول دكتور هشام بيه عن الجيوب الأنفية، لانها انتشارها في المنطقة العربية انتشار مخيف حقيقة. اولا حضرتك انا بشكر حضرتك، لان النهاردة الحقيقة موضوع الجيوب الأنفية موضوع زي ما بيقولوا احنا بنتكلم في موضوع الساعة، موضوع الوقت، الشتاء والالتهابات الأنف والبرد. الحقيقة الجيوب الأنفية من الحاجات اللي انا شايف اللي هي محتاجة ان هي تاخد وقفة من المعلومات الطبية، لأن كتير جدا من الناس بتيجي الحقيقة، مش عايز أقول كتير، 99% من المرضى يجي يقول لحضرتك أنا عندي جيوب أنفية، وبعدين تكتشف إن ما فيش عنده أي علاقة بالمرض بتاعه بالجيوب الأنفية. فالنهاردة احنا عايزين نحط 3-4 نقط وكم خط تحت الحاجات المهمة. نمرة 1، الجيوب الأنفية، احنا عندنا في الجيوب الأنفية في الشخص الطبيعي أو أي حد عندنا 8 جيوب أنفية، 4 في الناحية اليمين و4 في الناحية الشمال. الجيب الأنفي ده ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن حجرة مغلقة لها باب، الأربعة اللي على اليمين والأربعة على الشمال، الأربعة ليهم فتحات على الأنف مهمة جدا، دي أول نقطة. 4 جيوب أنفية و4 فتحات على الأنف. طيب هو السؤال، الجيب الأنفي ده اللي الناس كلها قاعدة تقول أنا عندي جيب أنفي، فايدته إيه وبيعمل إيه؟ الجيب الأنفي ده أول حاجة لازم نعرفها هو عبارة عن حجرة فيها هواء. سؤال، الهواء ده يعني إيه هواء يعني؟ الهواء ده هو الهواء الطبيعي اللي موجود حوالينا. يعني أنا عايز أقول إن ضغط الهواء اللي جوه الجيب الأنفي هو ضغط الهواء اللي موجود حوالينا اللي هو ده، تمام كده؟ عشان كده فتحة الجيب الأنفي اللي موجودة في الأنف في منتهى الأهمية، إن هذا الباب الصغير يبقى مفتوح، لأن لو هذا الباب اتقفل هيحصل مشكلة جوه الجيب الأنفي، يتقفل الضغط يختلف، وهي دي المشكلة الكبيرة اللي بتحصل لأي حد يجي له دور برد، مناخيره تتقفل لأي سبب ما، ويقول لك أنا عندي جيوب أنفية. هو السؤال، يعني إيه عندك جيوب أنفية؟ يعني عندك التهاب ولا عندك ضغط مختلف ولا عندك التهاب
حاد ولا التهاب مزمن. هنا الحقيقه دورنا ان احنا نبتدي نقول يعني ايه التهابات الجيوب الانفيه. الاسباب بتاعتها ايه؟ شوف حضرتك اي كل اسباب التهابات الجيوب الانفيه نمره واحد وتحتها مليون خط انسداد في الانف، ونحط تحت انسداد الانف كل الاسباب اللي حضرتك عايز تقولها. يعني دور برد بسيط بشويه رشح بعطس ببرد يسد الجيب الانفي او فتحه او باب الجيب الانفي، يعمل لي ضغط مختلف، خلينا نتكلم كلام علمي بقى، ضغط مختلف جوه الجيب الانفي. لحميات، حاجز انفي، غضاريف، التهابات، حساسيه، اورام، كل حاجه تسد مجرى التنفس في الانف تسد لي الباب الموصل للجيب الانفي، يعمل لي ضغط مختلف. خد بال حضرتك انا قلت ضغط مختلف ما قلتش التهابات، لان الضغط المختلف ده هو اللي كلنا بنبتدي نشتكي منه. ان اول ما يجي لي برد اقول ايه؟ انا دماغي تقيله، انا دماغي عندي صداع، انا دماغي مزنده مش قادر اوطي، يبقى الجيب الانفي او الضغط جوه الجيب الانفي ابتدى يختلف. طيب هل هنا انا اقدر اقول انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ يعني كل واحد جاله دور برد يقول انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه؟ لا طبعا. عشان اقول عندي التهابات في الجيوب الانفيه عندي لازم اقسمها حاجتين، يا التهاب حاد يا التهاب مزمن، والفرق بينهم سماء وارض. التهاب حاد يعني جالي دور برد ما اتعالجتش منه، اهملت فيه، قعد اسبوع اتنين، ابتدى الجيب الانفي جوه الباب يتقفل، الضغط يختلف، يحصل شويه ارتشاح والتهابات بقى هنا بتبتدي نقول التهاب اهو. التهاب بسيط وارتشاح جوه الجيب الانفي يبتدي نقدر نقول عندنا التهاب حاد في الجيب الانفي. اعراضه ايه؟ صداع، سده في الانف، وشويه مخاط موجودين في الحلق. علاجه ايه؟ بسيط جدا، علاج السبب، دور برد، دور مش عارف ايه، سده، شويه ادويه بسيطه، يومين ثلاثه اسبوع بالكتير الموضوع انتهى، والالتهاب البسيط اللي في الجيب الانفي انتهى. ايه العلاقه بين الشخير والجيوب الانفي؟ العلاقه الحقيقه الشخير ما لا زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده كلها ان الشخير بيبدا من الانف، بمعنى ان اي انسداد في الانف هو انا عندي فتحه تاني اقدر اتنفس منها غير الانف والفم. طب الانف اتسد هعمل ايه؟ هفتح بقي. طب لما افتح بقي ده وانا صاحي مفيش مشكله، اديني فاتح بقي وباخد نفسي مفيش مشكله خالص. طب لو فتحت بقي وانا نايم يبتدي الهواء يتحرك داخل وخارج الفم، مع حركه الهاء اللي احنا شايفينها قدامنا، حركه الهاء مع حركه سقف الحلق، يبتدي صوت الشخير مع مشاكله ومع درجاته ومع الابجريدنج بتاعته بقى، ان هو يبتدي يعمل لي خنقه وشرقه ومشاكل الشخير كلها. استاذ محمد بقى قصه مهمه جدا ومثيره، يعني انت رجل علم تعليم، قعدت عمرك كله في عالم التعليم، وده عالم كلام، كلام طول الوقت بتشرح صح كلام تمام. في اخر اليوم بتهالي في ارهاق شديد جدا حصل على مستوى الانف، على مستوى طبعا الجيوب الانفيه، على مستوى الحلق كله، على مستوى اللارنكس اللي هي الحنجره، ده ولد حاله من حالات الشخير صح كده تمام. حكي. اولا تحياتي لحضرتك وشكرا البرنامج والاستاذنا الدكتور العظيم استاذ هشام ابراهيم اللي فعلا اعاد الحياه، بقول لحضرتك جمله، اعاد لي الحياه من اول وجديد. انا يمكن كنت بروح من الشغل تعبان، كنت بدي دروس، بروح مرهق، ما كنتش بحس بحالي حقيقي سنين طويله. اخر منذ عشر سنوات بالظبط بدات احس انسداد انف، اجي انام مش قادر اتنفس، نوم منقطع، النفس بيتقطع، واحس كده كان انا نفسي اتقطع، مش قادر اقوم من النوم، بلغم في الحلق موجود، بلغم مش قادر اخد نفسي، قايم كسلان، صداع شديد، انتفاخ في البطن، ألام في العض. أروح شوية لدكتور عظام، أروح شوية لدكتور أنف وأذن وحنجرة، يقول لي ده التهاب في الجيوب الأنفية، وناس تانية تقول حساسية، واستمر على العلاج المؤقت يومين ثلاثة، مش علاج مجرد مسكنات،
وبعدين استمر الحال قاعد يزداد سوءا سوءا، وانا مريض سكر اساسا. فجاه لقيت بقى عندي ضغط، ضغط ارتفع بطريقه مش معقوله، نهجان، نوم بالليل ده يستحيل، بقى عنده فوبيا مش قادر انام، انام اتخنق اقوم مش قادر، انسداد في الانف، انسداد في الحلق، التهاب على طول في الصباح، زوري مش قادر، الحلق مش قادر، اخد مسكنات، اخد مضادات حيويه، اخد علاج. قعدت 10 سنوات عايز اقول اتعالجت غلط وزادت الحاله سوء. طبعا المدام بدات تقول لي صوت الشخير بدا يعلى، في شخير في الساعه او النص ساعه اللي انا بغمض عينيا فيها، اروح الشغل كسلان، اقعد على المكتب احس ان انا نمت، مش قادر، مش قادر اركب عربيتي كمان، هنام في العربيه وانا ماشي، اعمل حادثه، مش قادر، بقيت اخاف من السواقه، اركن العربيه. زمايلي طب ما بتجيش بالعربيه ليه؟ قال لهم ده انا راكنها عند البيت، ده انا جاي ماشي، ده انا جاي كذا، مش قادر. لما اجي اسافر ايه سفر، لازم اجيب سواق معايا، خلاص ما بقتش قادر. انقطاع تنفس بقى يلازمني باستمرار، السنه الاخيره دي مناخير انسداد كامل، مش قادر اتنفس، البق مقفول، بالليل يتقفل، اللهاه بتتمدد تقفل الحلق تماما. طب وبعدين اعمل ايه؟ لا ما شاء الله انت ذاكرت التشريح يعني وعرفت بقى كل، ما انا بقول لحضرتك 10 سنوات بتعالج غلط، ما هو يعني مش عارف اعمل ايه. الحمد لله والشكر لله وفضل استاذنا ودكتورنا العظيم دكتور هشام ابراهيم، من اول زياره قال لي 1 2 3 عندك اعوجاج في الحاجز الانفي، قلت له من الناحيه اليمين، قال لي لا من ناحيتين، اس شيب بالظبط، اعوجاج زي حرف الاس زي حرف الاس. قال لي الاعوجاج من الناحيه اليمين من الناحيه الشمال. وبعدين كشف على الحلق الفم، قال لي ده زورك فعلا مقفول 90%، انت بتنام ازاي عايش ازاي؟ قلت له عشان كده انا لفيت وجيت للناس الثقه اللي انا شفت فعلا وتابعت العمليات بتاعته وتابعت لقاءاته مع حضرتك، ودخلت على الصفحه بتاعه المركز وقريت وشفت الحالات وشفت رحلاته في السودان وشفت العمليات بالنسبه له يعني حاجه كده ما شاء الله. يعني عملت العمليه؟ هو قال لي طبعا في اعوجاج في الحاجز الانفي، وبعدين في عندك اللوز كمان ملتهبه، وعندك العضلات سقف الحلق في ارتخاء، واللهاء كمان. فطبعا قلت له طب ايه يا دكتور؟ قال لي ثق تماما ان العمليه هتجيب معاك نتيجه. عملت العمليه من شهر. مش هقطع كلام حضرتك. قلت له طب اديني كده، انا لسه برضو ما فيش يقين. اديني. قال لي طب تعمل التحاليل دي، حللت لقيت سكر عالي جدا والضغط عالي جدا، اتصلت بيه وعايز اوجه له شكر تاني، بيرد على التليفونات مباشره، ودي نادره في معظم الاطباء. تابعني لغايه لما السكر وصل ل 110 والضغط بقى 120 يمكن على 65، يعني حاجه مثاليه. الدكاتره بتوعي ما كانوش مصدقين يعني ان انا السكر والضغط بقى كده. توكلت على الله بالظبط يوم 24/11 للدكتور، وطبعا طمني جدا المقابله والراحه النفسيه، وقال لي ان شاء الله ما تقلقش. ودخلت فعلا ما حسيتش باي شيء، في خلال ساعه زمن او اقل كنت فايق جدا، وقعدت ساعتين وروحت بورسعيد في نفس اليوم. وانا بقالي الوقت شهر بالظبط، هنقول اسبوع، حاسس ان انا طاير، حاسس ان يمكن 80% من الالام راحت، باكل كويس، بنام كويس جدا، كنتش بنام اكتر من ساعه ونص، ما عادش في انقطاع في التنفس، بدات الانف الاثنين يتفتحوا. والدكتور بقول له ده انا بقيت كويس، قال لي لسه متابعتك. عايز اقول كمان ان في خلال هذا الشهر
اتصل بالدكتور يقول لي تعالى لي الحد، اتصل بيه تاني يقول لي تعالى بعد يومين. بقيت اروح له في خلال هذا الشهر اكتر من 8 مرات متابعه، يعني مش عايز اقول لحضرتك، واولويه خاصه للناس اللي عامله عمليه. فانا مهما قلت فعلا لا اقدر اشكر حضرتك ولا اشكر دكتورنا الدكتور هشام. طبعا الشخير شبه راح خالص، قطاع التنفس تمام، حسيت اني بقيت شاب ورجعت الحياه تاني بعد ما كنت عايش بقى دور ان انا خرجت على المعاش بقالي سنه وعجزت والكلام ده وخلاص. فعلا دبت الحياه، والحمد لله والشكر لله والشكر لحضراتكم. ومهما قلت الدكتور هشام من شكر وعرفان هقول له جزاك الله خيرا، وان شاء الله في ميزان حسناتك اللي بتعمله واللي عملته في ناس كتير. ومش انا بس الحاله دي، انا تابعت حالاته قبل ما اروح للدكتور هشام، لان واحد رايح يعمل عمليه وهد قالوا لي بقى ده خطيره وما تتعملش اللوز في سن ده، 61 سنه راح تعمل لوز، هتشيل مش عارف ايه، هتشيل عض، هتشيل غضاريف، عمليه خطيره وعمليه ما حدش بيخرج منها. توكلت على الله واستخرت ربنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم عليك. سعداء بزيارتك. شكرا. كمان شكرا. الحاله مركبه فيها اكتر من حاجه، ايه بقى التفاصيل العمليه كلها؟ والله اولا استاذ محمد يعني بيعطيني اكتر من حقي. لا 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 والله لا 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 يعني انا لا استحق هذا الثناء، وانا يعني والله ممتن لكلامه الجميل ده. الله يزك. وان كان هناك فضل ففضل الله اولا واخيرا. اه طبعا. ونعم يعني انا اشكرك جدا على الكلام. الله يعزم عليك، ده اقل من الواجب. ربنا يكرمك. تفاصيل بقى العمليات. شوف حضرتك الاستاذ محمد الحقيقه ضغط، اولا 61 سنه عنده ضغط، عنده سكر، عنده انسداد في الانف بنسبه مثلا 80-90%، عنده انسداد في الحلق بنسبه 80-90%. انا بقول ارقام، لكن احنا بيبقى عندنا الحقيقه يعني جداول وعندنا سكورز كده بنحطها، لكن انا بحاول اقرب الكلام. العمليه بتاعته بفضل ربنا كانت من العمليات مش عايز اقول الصعبه ولا عايز اقول السهله، ولكن هو يعني راجل يعني كده نحسبه على خير وكده طيب، وكانت عمليات السهلة جدا جدا جدا. عملنا له طبعا تقويم للحاجز الأنفي، وكانت الأنف عنده عشان بقى لها فترة طويلة فيها مشكلة، فكانت نسبة الانسداد فيها داخليا كبيرة جدا كمان. الحلق بتاعه أنا عمليات الشخير الحقيقة أنا مش عايز أبسط قوي وأقول إحنا شلنا اللوز وعملنا مش عارف إيه، لا، عمليات الشخير كل حالة مختلفة تماما عن التانية، بمعنى ان انا ممكن لو قدامي 40 حالة كل حالة بتختلف في التكنيكاليتي اللي انا بعملها عن التانية. فالاستاذ محمد كان عنده مشكلة في اللوز، مشكلة في الاربطة اللي حول اللوز او الليجامنتس، بلاش ليجامنتس، العضلات اللي حوالين اللوز. عنده سقف الحلق عنده الحقيقة برضو كان فيه ترهل، كان اللي هي كان فيها ترهل. العضلات بتاعه الحلق نفسه عنده اتشدت بطرق مختلفه وبطرق حديثه جدا. يعني نقدر نقول بفضل ربنا ان كلامه هو اكبر دليل على نجاح العمليه شكله عامل ازاي. ومره ثانيه انا بشكره الحقيقه على الكلام الطيب. بشكركم ان انتم شرفتونا النهارده واسعدتونا في حوار مهم جدا. يبقى الشخير منطقه مخيفه جدا بالنسبه للناس، منطقه ان التنفس يبقى فيه مشكله ودخول الاكسجين يبقى فيه مشكله. وفي جمله مخيفه قوي اتقالت، خايف اسوق لان الاكسجين لما يدخل قليل ممكن ينيم، ممكن ثاني اكسيد الكربون مستواه يعلى، وثاني اكسيد الكربون ده منوم ممتع بينيم الانسان من غير ما يدرى. ثاني اكسيد الكربون لو علي في الدم الانسان بيروح في النوم بتدريج مخيف للغايه، وده سبب كتير من الناس للاسف عملوا حوادث وربما فقدوا حياتهم بسبب القصه اللي احنا حكيناها دي، نوم اثناء القياده بسبب عدم الدخول للاكسجين بشكل جيد طوال اليوم. وطبعا اللي بيبقى مظهره الشخير مظهر، لكن القصه قصه كبيره جدا. ضيفي العزيزين الاستاذ دكتور هشام ابراهيم نورتني وشرفتني، وطبعا ضيفي العزيز الاستاذ محمد الغدواري نورت من سلامي طبعا لاهل بورسعيد الكرام الذين نحبهم حبا كبيرا. شكرا وتحياتي لحضرتك
والبرنامج المفيد والمثقف والصادق. أشكرك 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 فعلا يعني أشكرك. خليكم دايما مع نصيحة. شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج أو للعلاج المظبوط. إيه الخطة العلاجية في الزراعة؟ الأطول المتحركة دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور أيمن. اللسة اللي موجودة تحت دي كلها دي مش صناعية. مش اللسة بتاعته دي الحالة اللي احنا دي اللي احنا عاملينها. أحسن حاجة طبعا في الدنيا إن احنا نخلع ونحط الزراعية مكانها، لأن لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء. أهلا بكم. على فكرة تنظيف السنان ده شيء مهم جدا، الاهتمام والعناية بيها ده من زمان، من قديم الأزل. أنا بحب التاريخ فاسمحوا لي شوية كده أكلمكم من وقت للتاني على التاريخ في فروع الطب المختلف. أول فرشة سنان اتعملت كان سنة 3500 قبل الميلاد، وده كان اللي عملها البابليين والله دي حاجة حلوة خالص، هل دي اللي اتعملت فعلا في الوقت ده والمصريين طبعا الفراعنة. كمان في عام 1600 قبل الميلاد الصينيين بدأوا يجيبوا أعواد المضغ ويستخدموها، طبعا دي عبارة عن أغصان معينة بتستخرج من أشجار عطرية بتدي رائحة جيدة للفم. الصينيين أول من عمل فرشات سنان حقيقية بقى أقرب إلى الوضع الحالي، واستخدموا فيها الشعر الخشن من الحيوانات، وكانوا بيربطوا الشعر ده على أعواد شجرة البامبو. التصميم الصيني انتقل لأوروبا، وبدل ما كانت تستخدم من حيوانات معينة لا استخدموا شعر الخيل، بدأوا يستخدموه ولأنه شعر الخيل أكثر نعومة. وبعدين بدأت في 1780 في إنجلترا تظهر الفرشة الأسنان الحديثة بقى اللي عملها كان ويليام أديس، وكانت مصنوعة من شعر الخنزير والعظام بتاعة الماشية. دي أول فرشة أسنان اتعملت. في سنة 1844 ظهرت أول فرشة سنان بثلاث صفوف شعر اللي هي بقى أقرب حاجة للحديث، وقعدت فترة طويلة تتعمل فرشة سنان من شعر الحيوانات لغاية لما جه ولس هيوم ده عمل أول فرشة سنان لها شعيرات مصنوعة من النايلون سنة 1938، وبدأت بقى تنتشر بمختلف الأشكال والأنواع والأثمان فرشات الشعر فرشات السنان اللي بتعمل تنظيف للسنان. لكن في ناس كتير قوي ما تعرفش فين فرشة السنان بتاعتهم. في ناس مش عارف تقول يعني صعبين قوي، يعني فرشة السنان لازم تستخدم الصبح وبالليل وبالليل قبل ما تنام كمان، والخيط أهم من فرشة السنان في رأيي. النهاردة هنتكلم على حاجات كتيرة يمكن ما بنتكلمش عنها كتير. النهاردة حلقتنا عنوانها ما بين المشهور والمسكوت عنه، مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في عالم الأسنان المبدع دائما في حواره الأستاذ دكتور كريم مكادي. أهلا بك. أهلا بحضرتك يا دكتور. بحب التاريخ أنا. طيب جدا جدا، تاريخ جميل بيعرفنا الحضارات اللي فاتت، وده اللي بيعلمنا هنعمل ايه قدام عشان نطور الكلام ده. والناس بتاع زمان كانوا مهتمين بس جدا جدا أوي. وده بيبين لنا قد ايه هم بيهتموا بالنظافة عامة، لان الاهتمام بالفم والاسنان ده دي الستارت بتاعه الاهتمام بالهيجين عامه. اللي ما يهتمش باسنانه مش هتلاقيه مهتم بحاجه باي حاجه خالص خالص. ده حقيقي. عايز اقول لك ان عنوان النهارده دايما حاجات مش مطروقه قوي، ما حدش بيتكلم عنها كتير، وهبدا باللثه. اللثه الناس ما بتهتمش بيها. الابتسامه اللثويه في ناس كتير مش فاهمها. الابتسامه اللثويه هي ان اللثه تظهر في اثناء الضحكه اكتر من 3 ملي. هي مفروض الطبيعي الرينج الطبيعي بتاعها من 0 ل 3 ملي، فاحنا لما بتظهر اكتر من كده دي بنسميها الضحكه اللثويه. بيبدا اسبابها كتير جدا، ليها كذا سبب. اول حاجه يا اما ان العضله بتاعه الشفه نفسها بتترفع زياده اثناء الضحك، يا اما ان احنا عندنا حجم اللثه بيكون مغطي جزء كمان من الاسنان بيكون طويل شويه، يا اما اللثه وعظام الفك كلهم نازلين زياده عن اللزوم. تمام. طيب كل واحده ليها طريقه العلاج بتاعتها المثلى. يعني لو انا عندي اللثه نازله على الاسنان وطويله شويه، ممكن بعلاج ليزر بسيط جدا نقدر ندخلها في الرينج الطبيعي اللي هو من 0 ل 3. اوكي. لو عندنا الشفه بتترفع بشكل كبير جدا، ده احنا بنعمل جراحه بسيطه ان احنا نثبت الشفه على مستوى اقل شويه ونخيطها في المكان ده،
فبعد كده ما تطلعش اثناء الضحك مره ثانيه. دلوقتي البوتوكس تدخل في الموضوع، بس ده بيبقى حاجه تمبري، يعني ممكن المريض يبدا الاول يشوف شكله لما الضحكه لسويه تنتهي هيبقى شكلها عامل ازاي، بنحقن بوتوكس في حتت معينه، فلما يضحك المريض ما تترفعش الشفه جامد فما يتبانش الضحكه اللسويه بتاعتنا. ايه اللي يخلي الابتسامه اللسويه تتكون؟ لا دي حاجه، دي فاريشنز طبيعيه. اه حاجه فاريشنز طبيعيه ممكن تبقى وراثيه، وفاريشنز بتحصل من حد للتاني. ازاي بقى نبدا نتعامل معاها؟ نبدا نتعامل معاها ان هي طبعا بتبقى مضايقه الشخص اللي عنده الضحكه اللسويه في الضحك، ان هو بيبقى مش عارف يضحك كويس، مش عارف يعني مش عارف يتعامل معاها، فبيبدا يروح للدكتور اللي بيشخصها اللي هي يلاقيها اكتر من 3 مللي ويبدا يتعامل معاها. زي ما احنا شايفين هنا، دي هنا عملنا عمليه جراحيه بسيطه جدا، دي اخذت حوالي ربع ساعه. حضرتك لو شايف الفيستيبيول اللي هي مكان اللي تحت الشفه العلويه هتلاقيه عالي قوي في الناحيه الشمال المريض، اوكي، اما بالناحيه الثانيه هنلاقي ان احنا سحبناها بعمليه جراحيه وثبتناها على مستوى اقل، فالمريض بعد كده بقى بيضحك من غير ما اللثه بتاعته بتبان، فشكلها احسن كتير جدا وما خدتش وقت ولا مجهود ولا تعب. هنا احنا عندنا الموضوع ده كان في كذا حاجه، الموضوع ده في هايبربليزيا بالظبط كده اهو، احنا عندنا اضطرينا ان احنا نشيل جزء من اللثه ونشيل جزء من العظام اللثه، فبدات الاسنان كبيره جدا، فبدانا نجمل الاسنان نفسها، اخذنا لها مقاساتها، دخلنا على الدي اس دي اللي هو ديجيتال سمايل ديزاين، بدانا نصمم شكل الابتسامه ان احنا بعد كده نركب عليها تركيبات ثابته نرجع بيها شكل السنين ما تبقاش حجمها كبير. فبعد كده وصلنا من النتيجه اللي فوق للنتيجه اللي تحت. طبعا يعني هنا يعني فرق كبير قوي، يعني فرق كبير، فرق مذهل مذهل. يعني اتعمل فيها حاجات كتير قوي، كمان سحبنا الشفه العلويه ان هي بقت ما بتطلعش عن حته معينه بعمليه جراحيه صغيره. ثبتناها. فهي دلوقتي هي تحت بتضحك وشكل الضحكه كويسه قوي، بس الشفه مش عارفه تطلع اكتر من كده. فبالتالي بقى شكل المنظر اللي احنا قدامنا ده. التجاهل اللثه مثلا ده يعني انت بتشوفه؟ انا هقول لحضرتك فريكوينت الايه، يعني بتشوف متكرر؟ بنشوف القصه دي كتيره، والناس مش فاهمين حلها ايه، هم فاهمين ان الدنيا انا شكلي كده، مش عارفين ان احنا دلوقتي نقدر نصلح الكلام ده بطريقه بسيطه جدا زي ما احنا حكينا، سواء ليزر. على فكره ممكن بالليزر لو هي الرينج بتاعها مش عالي يا دوبك بنرفعها بالليزر وتبقى الدنيا كويسه جدا. الليزر بيشتغل بس في حالات تحتاج جراحه، زي الحاله اللي هي الاولانيه اللي احنا وريناها لحضرتك، دي كانت بتترفع بزياده فمستحيل الليزر يجيب كل ده، فبنضطر ان احنا نثبتها على مستوى اقل من كده. في عندكم في طب الاسنان في كلمه خطه علاجيه، دي زي ما تقول كده يعني ايه اكبر يافطه بتتحط. اهم حاجه في الخطه العلاجيه جود دايجنوزز از جود بروجنوزز، يعني عملنا دايجنوز شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. طيب ستارت التشخيص الجيد دلوقتي التكنولوجيا وصلتنا لحاجات كتير جدا زي الاشعه المقطعيه اللي هي الستارت بتاعت التشخيص. احنا عندنا التشخيص عباره عن كلينيكال، احنا بنبص بس عينينا ما تقدرش تخش تخترق العظم اللي موجود، ما تقدرش تخش تشوف جوه الاسنان دي في ايه. فعملوا الاشعه ثلاثيه الابعاد او الاشعه المقطعيه، دي اللي بتقدر نقطع بيها الفك من قدام لورا او من تحت لفوق او كروس سكشن كده اهو، فبنقدر نمسك كل حته نكشف عليها لوحدها، نعرف الحته دي ده احنا عندنا في تسوس هنا، ده احنا عندنا العظم هنا في مشكله، كيس دهني ظهر، في خراج مزمن ظهر، هل نقدر نزرع في الحته اللي اتخلعت دي ولا لا؟ طب احنا دلوقتي في عندنا تسوسات بتظهر تحت اللثه، دي ما تبانش بالدايجنوزز العادي، لا بتبان بالاشعه المقطعيه. هنا في الاشعه فيديو الاشعه المقطعيه ده احنا بنستخدم الاشعه المقطعيه عشان نحدد مقاسات العظم والكثافه بتاعته، يعني نحدد طوله وعرضه وسمكه وكثافته عشان نختار الزرعه المظبوطه ونحطها في المكان المظبوط. وبعد كده الدنيا تطورت اكتر من كده ان احنا بقينا بنربطه بالسيرك، فبنقدر نخلي ان هو في نعمل ديزاين يقول لنا لو احنا حطينا الزرعيه في المكان الفلاني هتدينا في الاخر شكل السنه الفلانيه، وده احسن مكان عشان يطلع لنا ضحكه مظبوطه. يبقى عملت كل حاجه صح، كل حاجه دي التكنولوجي. الخطه العلاجيه اذا كلمه مهمه الناس فاهمها، دي اهم حاجه. التريتمنت بلان برضه الناس فاهمها ولا لسه؟ لا احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان المريض بيبقى عارف عندي وجع، يعني عندي تسوس، هيروح للدكتور بيقول له احشيل الضرس الفلاني عشان بيوجعني، مش فاهم ان هو المفروض الدكتور يكشف على الفم عامه، لان ممكن تبقى حاجه مؤثره على حاجه تانية، ويبدا يعمل خطه احنا هنبدا نعالج كذا الاول عشان كذا بيأثر على كذا، ونبدا واحده واحده لحد ما نوصل للبروجنوزز المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الخطه العلاجيه اول حاجه المريض لما بيجي بنبدا نعرف
الميديكال هيستوري بتاعته، نبدا نتكلم معاه. انت عندك ضغط، سكر، قلب، اي مشاكل صحيه؟ اي نعم. دلوقتي التكنولوجي في صناعه الزراعات تطورت بشكل كبير جدا، ان هي بقت تقدر تقف قدام امراض كتير. يعني لستة الامراض اللي احنا ما كناش بنزرع معاها زمان قلت جدا دلوقتي. فبنبدا نعرف الميديكال هيستوري بتاعته، لان هو لو دايابيتك انكنترولد، لو هو بيعدي ارقام كبيره في الدايابيتس، يعني السكر، لو عنده سكر مش منتظم، بنضطر ساعتها ان هو هنخليه ينتظم الاول وبعد كده نعالجه عشان نعرف الزراعيه دي تنجح. اوكي، فبنبدا نشوف الميديكال هيستوري بتاعته، بعد كده بنعمل له اشعه مقطعيه عشان نعرف طول وعرض وسمك العظم قد ايه. بعد ما نعمل اشعه مقطعيه ونطمن ان كل حاجه مظبوطه، هل العظم بتاعه كفايه ان احنا نحط فيه زراعات ولا محتاجين نحط عليه نزرع عليه عظم، هل في قريب من الجيوب الانفيه محتاجين نرفع الجيوب الانفيه ولا الدنيا كويسه، هل قريب من نيرفز او اي فايتلز عشان خاطر هتضايقنا في الزراعه هنبوظ اي حاجه ثانيه. بعد كده بتبدا عمليه الزراعه. هنا احنا عندنا دلوقتي الزراعه تطورت بشكل كبير جدا، بقينا في وقت صغير جدا. يعني الزراعية بتاخد من 5 لـ 8 دقايق، بنحط الزراعية، بنفتح فتحة صغيرة خالص ما تتعداش الملي، بنبدأ نشتغل منها زي ما احنا شايفين. هو ما فيش أي مشرط فتح الحتة، احنا يدوبك بندخل دريلز كلها من الفتحة الملي بتاعتنا وبنحط الزراعية بتاعتنا. هنا احنا حطينا طربوش مؤقت على الزراعية عشان المريض يخرج في نفس الجلسة بالسنة بتاعته. فالدنيا في عالم الزراعة تطورت بشكل كبير جدا، بقى المريض ممكن يبقى داخل من غير سنة، يخرج بسنة في نفس القعدة. يخرج بسنة في نفس الجلسة. نفس الجلسة. يعني بالظبط. شيء رائع. لكن خلينا نقول السيتويشن بقى، ما ساعات الزراعة ما بتبقى حواليها سيتويشن. الدنيا مش جنة على طول. مش جنة على طول. مش جنة على طول. مثلا الزراعة في إنسان عنده سكر، بيقف قدامها شوية. نقف قدامها لحد ما نشوف هو سكره ده وضعه ايه، سكر التراكمي بتاعه فين، الدنيا ماشيه ازاي، عشان نبدا عمليه الزراعه. لكن مريض السكر المنتظم هو ده زي اي بني ادم عادي او زي اي انسان، التعامل معاه في موضوع الزراعه ما فيهوش اي مشاكل خالص. نيجي للناس اللي عندها مثلا فقد الكميه كبيره من السنان، ما فيش سنان مثلا فوق او دي تحت. دي من المشاكل اللي بتواجه الصحراء. دي الصحراء دي في ناس كتير جدا اللي هي ما كانش عندهم ثقافه زراعة الأسنان قبل كده، سابوا نفسهم بعد ما خلعوا السنان كلها، سابوا نفسهم فترة طويلة بالأطقم المتحركة. الأطقم المتحركة دي مشكلة كبيرة جدا يا دكتور أيمن. خلي بالك، لو هي جزئية فهي بتبقى ماسكة في أسنان بمشابك، طول ما المريض بياكل هي عمالة تلخلخ في الأسنان بتاعتها، عمالة تاكل في العظم اللي تحتيها. زي الحالة اللي قدامنا دي، ده قعد فترة طويلة من غير أسنان بأطقم متحركة، جالنا لقينا إن كمية العظم اللي موجودة أقل من اللي احنا نقدر نزرع فيها. يعني خلي بالك يا دكتور ايمن، احنا عشان نحط زراعيه وتنجح لازم يبقى عندنا ملي من كل جنب من جوانب الزراعيه عشان تقدر تمسك نفسها. ما لقيناش الملي، اقل زراعيه عندنا 2.7 ارفع زراعيه، تمام، 2.7 من الملي، فانت كده محتاج 4.7 من الملي عظم عشان تحط فيها الزراعيه دي. تمام، ما عنديش الكلام ده. بنبدا نعمل ايه؟ ناخدها يا اما يكون في حته فيها المقاس ده وبقيه الحتت ما فيهاش المقاس ده، فدي ساعتها بنحط الزراعيه ونحط معاها عظم ونسيبهم فتره كل الكلام ده يمسك مع بعضيه. يا اما ناخد ستيج 1، احنا اول حاجه هنزرع عظم، نزرع عظم عشان نعمل الميديا او البيئه او التربه اللي احنا هنزرع فيها، نحضرها للزراعه. نبدا نرفع الجيوب الانفيه، لان اكيد العظم اللي تحت الجيوب الانفيه كش، فهنضطر نرفع الجيوب الانفيه ونحط العظم تحتيها ونسيب المريض من 4-5 شهور لحد ما العظم ده يمسك نفسه. بعد كده بيجي لنا نبدا عمليه الزراعه الطبيعيه، نبدا نحط الزراعات بتاعتنا، الفك الفاضي خالص بنحط له من 4 لـ 8 زراعات، عاده بنحط 6 زراعات زي ما احنا شايفين هنا. الحاله دي غير الحاله الاولانيه، دي كان مشكله فيها ان هي العظم مش موجود تقريبا، فدي دي 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 زرعنا فيها عظم في الاول ورفعنا لها جيوب الانفيه عشان نعرف نحط الزراعات. ده منظر الزراعات بعد ما اتركبت. الزراعية عبارة عن جسم وراس، احنا بنسيب الجسم جوه العظم الاول وبعد كده بنركب الراس ساعة التحميل، ودي الاسنان بتاعتها بعد ما حملت. القصة دي اخدت منها 6 شهور. اخدت 6 شهور. بس احنا عادة الزراعات بقى دلوقتي الوقت بتاعها اقل، بس هي دي الكيس دي عشان ما فيش عظم تماما. الحاله اللي فاتت دي لفت على ناس كتير ومش عايزين يزرعوا لها عشان عارفين الفيلير عالي. هنا في الحاله دي كان في مشكلة عندها، ده عمل حادثة، هو مش من مصر، هو من بره مصر، عمل حادثه، كان التشخيص بتاعه مش بالاشعه المقطعيه، كان بالاشعه 2 دي عاديه اللي هي ثنائيه الابعاد. لقوا ان العظم بتاعه كويس بس السنان بتتحرك، ف
فبداوا يثبتوا الاسنان دي بسلك. خلي بالك يا دكتور ايمن، لو احنا شلنا سنه، لو سنه وقعت بقى نتيجه خبطه او حاجه، لو رجعناها مكانها وثبتناها هتثبت. فهم بداوا يثبتوا له الاسنان ده. المهم هو فضل بالام فتره طويله لمده سنه وهو مش عارف ليه، يروح يقولوا له لا انت ما عندكش حاجه. لما جالنا عملنا له اشعه مقطعيه اكتشفنا ان في كسر في العظمه اللي ماسكه السنين الاماميه دي كلها. الكسر ده بدا يكون انسجه في اللاين بتاع الكسر نفسه. فاضطرينا ان احنا نفتح وننظف الانسجه دي كويس قوي، ونزرع عظم مع العظم اللي موجود ونثبته بشرايح ومسامير، وحطينا الزرعات بتاعتنا في العظم بتاعه. وبعد كده ده المنظر ده بعد شهرين ونص تقريبا، وقدرنا في الاخر يبقى باسنانه زي ما احنا شايفين كده. كل قصه ليها يعني زي ما يقولوا طريق، ليها خطه، ليها مشاكل، ليها كل قصه تحدي جديد. كل قصه انت بتقابل ده صعوبه خاصه بالظبط. احنا معظم الناس اللي بتجيلنا بعد ما بتيأس، اللي هي بتبقى لفت، هي مش لاقيه اي حل، فهي جايه ايه الحل اللي عندك؟ واحنا لازم نطلع الحل ده. ما هو ده مهم جدا. طب لو واحد جالك بقى سيتويشن معين عنده العظم قل وكمان اللثه كمان قلت قوي، فانت لما هتحط تزرع هنا بقى هتبقى سنه طويله قوي. هنا يجي بقى الكومباينيشن بتاعه الدي اس دي، فكره ان احنا زرعنا وعملنا سمايل ديزاين، فهنلاقي ساعتها ان الاسنان كبيره، فهنبدا نعمل له لثه صناعيه في التركيبه بتاعته. عشان نرسم له لثه لما يضحك تبان شكلها هيلثي. وخلي بالك يا دكتور، هي دي بتحدد، حضرتك قصدك انها بتحدد الفيرتيكال دايمنشنز هنا اهو، اللي هي مناسبه للفك، اللي هي لو قلت هتعمل لنا الرينكلز او هتعمل لنا تجاعيد هنا اهو. فاحنا بعد ما العظم قل وكش، بس احنا نجحنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا في الوضع ده، احنا محتاجين نحافظ على الفيرتيكال دايمنشنز ده. فبنبدا نلاقي المسافه كبيره قوي لو حطينا اسنان بس كده اهو، نلاقي حجم سنه كبير. هنعمل ايه؟ فبنبدا نعمل جزء في التركيبه بتاعتنا من فوق بيبقى لثه ما يبانش خالص، ما فيش حد عارف ان دي لثه صناعيه غير احنا والمريض بتاعنا، ونبدا نرسم له رصه السنين الايديال اللي هو عايز يوصل لها، اللي احنا شايفينها جماليا شكلها هتبقى لايقه عليه، اللي هي متصممه على شكله وشخصيته وعلى جنسه والكلام ده كله، ويخرج في الاخر عندنا شكله زي الفل. برضو دي بقت حاجه كومن جدا. لان احنا طبيعي خلعنا فتره طويله، الناس بتوع زمان بالذات ما كانش فيه فكره الزراعه دي ولا منتشره، فما كانوش كان العظم بيكش بيجولنا وهم رايحين من الدنيا خالص عندهم. فبقى كومن بالنسبه لنا ان احنا نعوض الفيرتيكال دايمنشنز بالطريقه دي. دي حاجه بقت كومن جدا. حلو قوي. لو جالك عيان مثلا زي هنا، هنا يا دكتور ايمن بدون قطع كلام، زي ما احنا شايفين اللثه اللي موجوده تحت دي كلها دي مش صناعية. مش اللثه بتاعته دي، الحاله اللي احنا دي اللي احنا عاملينها. دي لثه صناعيه بالظبط كده، عشان خلي بالكم دي لثه صناعيه. اسمها ايه انت قلت لي من شويه؟ اللي هي دي اس دي حاجه كده، دي اس دي ده ديجيتال سمايل ديزاين، ده اللي احنا بنعمل عليه الديزاين بتاع الاسنان عامه. لكن هنا دي اللثه الصناعيه، احنا لما عملنا ديزاين لقينا ان حجم الاسنان هيبقى مش طبيعي. الله. فاحنا محتاجين نكمل اللثه اللي ناقصه. أيوة. فبنبدا نحط له اللثه دي ونرسمها له بالشكل الايديال، ونحط له اسنان بالشكل الايديال زي ما احنا شايفين. محدش ياخد باله قوي انها خالص حضرتك، يعني لو حضرتك ركزت قوي احنا مفتحين الدنيا، هتجيبها بالعافيه عشان احنا مفتحين، لكن هو بيتكلم عادي مفيش اي حاجه، محدش واخد باله خالص. بس مهم قوي ان السنه ما تبانش طويله قوي وتبان طبيعيه. بالزبط. في فروقات لثه باينه. احنا بندور اول حاجه علاج، واحنا بندور على الطبيعيه. احنا مش عايزين حد يعرف ان انت عامل حاجه، انت ما عندكش سنين خالص، احنا وصلناك ان انت بقى عندك سنين، بس مش لازم اي حد يعرف ان انت عملت اي حاجه في سنانك. عشان كده حصل تطور وطفره كبيره قوي في التركيبات الثابته. حضرتك لو لاحظت هتلاقي ان في تركيبه تبص عليها كده ممكن تبقى الوانها عاديه جدا ومفيش مشاكل، بس دي فيها حاجه مش طبيعيه. اي تركيبه جواها ميتال بتقفل الضوء. سبحان الله السنه بتاعتنا الطبيعيه ترانسلوسنت، فيها نسبه شفافيه بتعدي الضوء، بينما لو حاجه جواها ميتال بتقفل الضوء، بتفتقر للطبيعي. عشان كده دلوقتي بقللنا قوي استخدام البورسلين بتاع زمان، وبقينا نستخدم الزيركونيوم. الزيركونيوم اللي هو عنده الترانسلوسنسي بتاعت السنه الطبيعيه. وبعد كده الدنيا لما تطورت شويه وصلنا لحاجه اسمها زيركونيوم مالتي لاير. المالتي لاير ده بيبقى عباره ان هو متعدد الطبقات. لو حضرتك بصيت في المرايه على السنه الطبيعيه هتلاقي ان هي قريب من اللثه اغمق من الاطراف. هتلاقي ان هي قريب من اللثه معتمة اكتر من الاطراف، الاطراف فيها الشفافيه اعلى. عملوا بلوك دلوقتي بين طبقات متعدده، كل واحده ليها لونها وليها الشفافيه بتاعتها، عشان تدينا تدريجه الالوان دي.
السنة اللي بتطلع من البلوكية دي دكتور السنان نفسه ما يقدرش يعرف ان دي مش طبيعية الا لما يقعد المريض ويكتشفها بالعافية، يعني يقعده على كرسي كشف ويبدأ يكشف بالأدوات بتاعته وبيكتشفها كمان بالعافية لان هي شكلها طبيعي جدا. عايز اقف قدام نقطة، واحد جالك عنده سنة مفقوطة كويس، فانت بتكلموا على الزراعة، هو سمع التركيبات، في حوار عقلي جوه دماغه ما بين التركيبات والزراعة، هل هو الزراعة؟ هل في حاجة أحسن من حاجة ولا كل واحد يناسبه إيه؟ هي وحدة وتضامن يوصلنا لأحسن نتيجة. حلوة وحدة وتضامن طبعا. هي التركيبة لوحدها، يعني فكرة إن إحنا بنبرد سنان طبيعية عشان نعمل تركيبة الأسنان دي دلوقتي ما بقتش مستخدمة قوي، لأن إحنا حرام نبوظ التو ستراكتشر بتاعت ربنا. لكن إحنا بنستخدم التركيبات في حالة إحنا دلوقتي عندنا سنة واحدة اتخلعت، هنحط الزراعيه لازم هنركب فيها الطربوش بتاعها اللي بيدينا شكل السنه. طب لو انا عندي مفيش اسنان خالص، هل انا هزرع كل سنه لوحدها؟ هل انا محتاج ان انا ازرع 16 سنه فوق 16 سنه وضرس فوق و16 سنه وضرس تحت؟ صعبه ساعتها العظم، لا طبيعي ما ينفعش العظم هيفلق مننا. هي نفس فكره لو خشبه دقينا كذا مسمار جنب بعض هتبوظ الخشبه. فاحنا بنزرع من 4 لـ8 زراعات ونبدأ نوصلهم ببعض بالتركيبات الثابتة اللي هو محتار ما بينهم دي. هي تركيبات ثابتة بتكمل لي الشغل بتاعي مش بيتعارضوا مع بعض. يعني التركيبات الثابتة تكمل عمل عمل الزراعة ولا تتعارض معها. لكن لو سنة واحدة تفضل لها زراعة ولا تركيبة؟ لا بنحط الزراعية ونحط عليها الطربوش اللي هو التركيبة ثابتة برضو. انا فاهم، لكن افضل من البريدج طبعا. أفضل طبعا. لان احنا عندنا البريدجز دي اول حاجه العظم اللي تحت السن اللي اتخلع دي بيبدا يكش. فاحنا عملنا البريدج ده او في الاول اول ما عملناه كان اكيوريت جدا ومفيد جدا وما بيدخلش اكل ولا اي مشاكل. العظم كش من تحتيه هيبدا يعمل لنا مارجنز تحتيه تدخل الاكل، هتسوس السنان اللي جنبيها فهتبوظ السنان الموجوده. في الحاله دي زي ما احنا شايفين دي بنوته كانت خطوبتها تاني يوم حصل لها مشكله كسرت لها السنه بتاعتها. كسرت قبل الخطوبه بيوم ده بيبقى حسب بقى وحاجات كتير قوي. فجت لنا هنعمل ايه بالظبط؟ هنعمل ايه بالظبط؟ ايوه عكوزات. فاحنا هنعمل ايه فيها؟ حطينا زرعية مكان السنه المكسوره وحطينا لها طربوش. هي خرجت بعد ساعتين من عندنا بسنانها زي ما احنا شايفين على الصوره الناحيه الشمال. حملت تحميل لان هنا كان في عندنا جدر. فكره التحميل الفوري والتحميل اللي هو الديليد ده بيبقى على حسب الكيس. لو احسن حاجه طبعا في الدنيا ان احنا نخلع ونحط الزراعيه مكانها لان لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء. فاحنا بنقدر نحمل عليها بس بنعمل لها يعني بريكوشنز معينه ان احنا نقدر نحافظ على الزراعيه دي لحد ما العظم يمسك كويس فيها. كمان احنا ممكن بنحمل ساعات فوري في الحالات اللي هي العظم بتاعها يعني كويس، يعني عندي سمك عظم كويس، طول عظم كويس، كثافة عظم كويسة. كل ده بيترجم عندي ان احنا واحنا بنحط الزراعية في الانيشيال استابيليتي في الثبات الاولي بتاعها بيبقى عندنا تورك عالي جدا. ففي الحالة دي بنقدر ان احنا نحمل على الاسنان فوري من غير اي مشاكل والمريض بيعيش بيها زي الفل. هنا في الحالة دي تنطبق عليها الكلام اللي انت قلته. احنا في الحالة دي بالذات لا، احنا هنا استخدمنا الزراعات المايلة عشان نبعد عن اعصاب الفك السفلي. دي اول مرة نشرح بقى الزراعات فكرة المايلة. الزراعات المايلة هي ايه الزراعية المايلة؟ احنا زمان لما كان العظم الفك السفلي بيكش بيبدا الاعصاب اللي هي بتاعه الفك بتطلع لفوق. ما هو العظم اللي فوقيها قل. طب احنا هنعمل ايه؟ بدانا عملوا الزراعات بتتحط بشكل مائل بزاويه معينه، الراس بتاعتها بتبقى واخده انجل معينه تطلع لنا السنه في المكان اللي احنا عايزينه بالظبط مش بميول. فقدرنا ان احنا اكننا كده ايه حودنا حوالين العصب وحطينا الزراعيه بتاعتنا وطلعناها في نفس المكان اللي احنا عايزينه. دي الزرعه المايله. دي زرعه مايله دي دي من الـ من الـ من التكنيكس الحديثه ومن التكنولوجي الحديثه اللي موجوده. احنا الحاله دي تحميل فوري. ده احنا عندنا عظم كويس قوي، كثافه بتاعته كويسه قوي. هو ليه خلع اسنانه؟ هو كانت سنانه نفسها الجذور نفسها كانت موجوده، فاحنا خلعناها له وبدانا نزرع له الاسنان دي، فهو حجم العظم لسه موجود ما كشش، يعني ما قعدش فتره طويله ولسه من غير اسنان، فخلى العظم يحافظ على حجمه. فقدرنا ان احنا نحط له الزراعات بتاعته، حطينا له 6 فوق و6 تحت وحملنا عليها فوري. بس هنا المريض ده بنبدا نقول له لازم في نصايح يبدا يمشي عليها. ان هو بياكل سوفت فود لمده شهرين، فهو انت بالنسبه له لو مريض جه قال لك انت هتاكلني سوفت فود لمده شهرين هتقوم رادت هتقول له انا مشيتك بدري بسنانك.
فهو بيبدا يمشي. هو سوفت فود ان هو ياكل بطاطس، رز وخضار، رز وخضار عادي خالص وشوربه بس بقى ما ياكلش مكسرات، ما يكسرش جبنه، مش عارف ايه، شهرين بعد كده ياكل قصب. انا ما عنديش مشكله. قصب، قصب هو القصب ما حدش بياكل قصب يعني عادي لا بتعمل في السوبر ماركت دلوقتي بيبقى حتت صغيره كده. والله هروح اجيبه هنا. الحاله دي مثلا، الحاله دي كانت برده تحميل فوري، كان العظم فيها كويس جدا وحملنا فيها فوري. دي في خلال اسبوع كانت ماشيه باسنانها ما فيش اي مشاكل، واسنانها ثابته وزي الفل ما فيش اي مشاكل. طبعا الحاجات دي كلها احنا بنعمل عليها فولو اب. احنا المريض بتاعنا عامه اي حد في الدنيا لازم يزور دكتور السنان مره لكل 6 شهور، وبره يعني بيقولوا كل 4 شهور، بس احنا هنا بنسهل على الناس. فهو كل 6 شهور لما بيجي لنا بنبدا نعمل اكس رايز ونطمن على الشغل وكل حاجه تمام، عشان خاطر ما نفاجئش باي حاجه. فدي اتعمل لها فولو اب كتير جدا، ما شاء الله بقى في عظم تكون حوالين الذراعات بشكل عالي جدا، وهي بقت زي الفل. دي برضو من الحالات الصعبه دي، يعني دي الحاله دي سن السن هنا متقدم برضو، السن هنا متقدم قوي. دي عندها في حدود 75 سنه، وكان العظم بتاعها بتاع الفكين كان كاشش قوي. دي اخذت المراحل اللي احنا بنقول عليها، دي زرعنا لها عظم في الاول، وبعد كده بدانا نحط زراعات في العظم ده. بعد 4 شهور كان العظم مسك نفسه شويه، وبعدين بدانا نركب لها التركيبات الثابته بتاعتها، ووصلت للشكل اللي احنا شايفينه ده. بتاخد وقت قد ايه في العلاج؟ في الاول اخذت 4 شهور عشان خاطر العظم يمسك نفسه، وبعدين اخذنا، اصل احنا هنا بنبدا من ما فيش، فاحنا بنزرع في العظم بتاعنا مش في عظم المريض. فدي اخذت 4 شهور. في 4 شهور هنا ده تحميل فوري. الحاله دي اتحملت فوري زي ما حضرتك شايف، ما شاء الله العظم باين حتى في الصوره تحت، كثافته كويسه لا وعرضه كويس وكثافته كويسه في الاكس راي، وطوله وعرضه وسمكه، بس حتى بالنظر حضرتك بص هتلاقي ان العظم شكله يعني كويس. فبدأنا نحط الزرعات فيه وثبتنا، وطبعا عملنا له التركيبه بتاعته. بعد يومين ثلاثه رجع بسنانه والدنيا زي كويسه جدا دلوقتي. تسعتني النهارده برحله الزراعه. دكتور ايمن من حق اي حد يفضل بسنانه لحد اخر يوم. طبعا وخلي بالك يا دكتور ايمن ان التركيبات المتحركه بتغطي السنسورز بتاعه الاستطعام، فالمريض طول ما هو بياكل. التركيبات المتحركه دي مشكله سيئه لا مشكله، فاحنا مشكله كمان إن لو هو بقى حد يعني لسه اكتف شويه في شغله وبيروح وبيجي وبتاع، التركيبه تتحرك وبيتكلم وطبيعي هيحصل كده. ان هي بتوصل للعظم بيكش فممكن هو يتحرك جدا. الناس دي بتبقى حساسه جدا يعني، ربنا يشفيها. وفي انسانيات بتظهر في القصص دي على فكره. يعني بتلاقي حد يعني 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 بيحكي لك قصه مؤثره، ان هو كان قاعد مثلا مع حما ابنه بيتكلم في حاجه معينه، فقامت التركيبه مش عارف حصل لها ايه واتكسرت. فتسمع القصص اللي هو بيحرك. والناس على فكره كل ما الواحد يتقدم في السن كل ما بيبقى اكثر حساسيه. طبعا يعني طبعا. يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، مهمه طبعا. جدا. وانت انسان، انت مهتم بابوك وامك، انت مش انسان، انت مش مهتم، انت صح. مش ده حقيقي. ودي انت يعني انيمال، انت حد تاني خالص. صح. انت صح. حتى الانيمال احسن. الذئاب بتهتم جدا بالاب والام. ده حقيقي. بنشوفها كتير جدا، حد جايب والدته يقول لي خليها لي تاكل مره تانية باسنانها. هي متعذبه، لو سمحت خليها كويسه. انت نورتني النهارده وسعدتني في رحله الزراعه النهارده. احنا عشنا مع الزراعه، رغم ان احنا وخدنا اجزاء معينه ما بين بقى السكر والزراعه، ما بين اللثه اللي متاكله خالص هنركبها ازاي، مش عارف التحميله المايله او الزرعه المايله، دي برضو من الحاجات المهمه قوي. خدنا حاجات مش متعارف على ذكرها كتير، لكن خدناها كلها ورا بعضها. ابدعت يا دكتور كريم، ربنا يكرمك كالعاده، مبدع. الاسم المتميز، الاضافه الرائعه لينا في عالم الأسنان، الاسم الرائع في أداء وفهم وتعايش مع مشاكل طب الأسنان. مهم جدا في دكتور الأسنان يكون متعايش مع حالات طب الأسنان، يكون متعايش مع علم طب الأسنان. وده ملاحظه أنا، أنه كتير بيتقال born to be a dentist، ولد لكي يكون طبيب أسنان. فده فعلا احنا بنشوفه بشكل واضح جدا لما بلتقي مع ضيفي العزيز أستاذ دكتور كريم مكادي في الناس الحلوة. خليكم